يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. جهود كبيرة بتقوم بها مصر على كل المستويات الحقيقة، الرسمية، الشعبية، المجتمعية. الهدف من ده هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتخفيف آثار الاعتداءات اللي بيتعرض لها أهالينا في فلسطين. امبارح انطلقت القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة. هذه القوافل بتضم إيه؟ بتضم حوالي 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، فيها 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، 40,000 بطانية، بجانب طبعا ما يزيد عن 50,000 قطعة من الملابس، وأكثر من 300,000 علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وده لدعم الأشقاء في فلسطين طبعا لتخفيف التأثير من أعمال العنف اللي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. طبعا ده في الوقت اللي أطلقت فيه كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطرة دماء تساوي حياة. وتابعنا طبعا مع حضراتكم أيضا حملات التبرع اللي موجودة في كل المحافظات، في القاهرة، المنوفية، الشرقية، الأقصر، أسوان والمنيا. كل المحافظات تقريبا بتشارك في الحملة من خلال كيانات التحالف الوطني لدعم أهالينا في فلسطين وتخفيف حدة أحداث العنف اللي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. دي طبعا مش أول مرة يتم فيها توجيه دعم إنساني ضخم للأشقاء في قطاع غزة. قبل كده في أحداث 21 قدمت الدولة المصرية العديد من القوافل الإغاثية والإنسانية والأدوية، كمان المواد الغذائية للشعب الفلسطيني. ده طبعا غير المبادرة الرئاسية لإعادة الإعمار بتخصيص 500 مليون دولار، هدفهم طبعا إعادة الإعمار بعد الاعتداء اللي حصل في 2021. بالتأكيد كلنا متابعين لدعم الأشقاء، الدعم المصري للأشقاء في فلسطين من خلال موقف مصري ثابت لدوافعه الإنسانية والقومية والعربية. وبإذن الله يعني تنتهي هذه الأحداث في أسرع وقت ويرجع مرة أخرى الاستقرار في الدولة الفلسطينية. صباح لحضراتكم مرة تانية، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على أخبار الشوارع والزحمة عاملة إزاي دلوقتي في القاهرة والمحافظات. يا دينا صباح الفل. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا جمالة. فعلا احنا نطمن كمان على حالة الطقس، وأعتقد أن الجو فيه ارتفاع طفيف بس بدرجات الحرارة حاسينها النهاردة واحنا جايين. خلونا بس هبدأ معاكم عن جولة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهبدأ معاكم جولتنا من القاهرة. وفي نهاية الأسبوع بتكون في كثافات مرورية في أول اليوم ومع نهاية يوم العمل. خلونا هنبدأ جولتنا النهاردة تحديدا من نفق الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة في الاتجاهين. بتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام داخل النفق القادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. كمان نفس الأمر المتجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع، كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة. كذلك الأمر اللي جاي من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. ومن القاهرة خلونا ناخدكم في شوارع الجيزة. في سيولة مرية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي في كثافات مرورية نسبية. أيضا في كثافات أخرى ظهرت على كوبري الجامعة. ولو رحنا المحور صفت فبيشهد كثافة مرية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة القادم من أكتوبر لمنطقة المهندسين ووسط البلد. كمان ياخد باله إن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري في نفق حازم حسن ومنه إلى المحور. كمان في غلق بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بتسبب بعض الكثافات المرورية. ونقول لحضراتكم إن في فتح تجريبي لوسط المريوطية اللي كانت مغلقة مع استمرار الأعمال النهائية لتوسعة الطريق. ونروح للإسماعيلية وهنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرية في طريق الإسماعيلية. في طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان في سيولة مرية كبيرة وخاصة على طريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. ونروح معاكم لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي طريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية
في سيولة مرية، في بعض الكثافات المرية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية، وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا المرورية خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف درجات الحرارة، والطقس يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. في النهاردة فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. أمطار كمان متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 36، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. صباح لحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ مع حضراتكم بتذكيركم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وتم استعراض الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم به مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى زيارة مهمة جدا لمحافظة بورسعيد، تفقد الشبكة الوطنية للطوارئ وتوسعات مصنع إطارات السيارات ومجمع الصناعات المغذية 3 يوليو، كمان شهد افتتاح المركز اللوجستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وده في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصة مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين. وفي هذا السياق استعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني اللي بتقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هاكان فيدان وزير خارجية تركيا بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، وتم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية اللي بتشهدها العلاقات المصرية التركية واللي بتتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. تضمن الاجتماع استعراض تطورات العمل الجاري في عدد من المشروعات القوميه ومتابعه الاطار الزمني لتنفيذها والانتهاء من انجازها. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عثمان صالح وزير الخارجيه الاريتري ويماني جبر اب مستشار الرئيس الاريتري للشؤون السياسيه، وده بحضور سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. وتسلم الرئيس السيسي رساله خطيه من اخيه الرئيس الاريتري اسياس افرقي، تضمنت الاعراب عن تطلع اريتريا لتطوير العلاقات الثنائيه مع مصر على مختلف الاصعده في ضوء ما يربط البلدين من اواصر اخويه، خاصه في الوقت الراهن اللي بيشهد فيه المحيط الاقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارة لمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات،
حيث تفقد الشبكة الوطنية للطوارئ اللي بتولي الدولة اهتمام كبير بيها، وشهد افتتاح المركز اللوجستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد. كمان تفقد توسعات مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات ومصنع غازات للغازات الطبية والصناعية جنوب بورسعيد، وتفقد أيضاً مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو ببورسعيد وأعمال تطوير الممشى السياحي بمحافظة بورسعيد. امبارح أكدت الحكومة زيف الصفحات الإلكترونية المتداولة اللي بتزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية، وتم التشديد على أن تلك الصفحات مزيفة وغير تابعة لأي كيان تجاري قانوني، وبتستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين واختراق حساباتهم البنكية، مناشداً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم أو التعامل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من تبعيتها لكيان تجاري قانوني، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب. امبارح انطلقت القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة اللي بتضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية، بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وده لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف اللي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وده بيأتي بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطر الدماء تساوي حياة بكافة محافظات الجمهورية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في الوادي الجديد تم إطلاق الملتقى التسويقي الثالث للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة. في محافظة الغربية تم تحصين 36 ألف رأس أغنام ضد المكترات الصغيرة. أما في الشرقية فتم الكشف على 2800 مواطن في قافلة طبية ضمن حياة كريمة. وفي البحر الأحمر مطار مرسى علم هيستقبل 138 رحلة طيران دولية سياحية على مدار الأسبوع. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الوادي الجديد انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أساتذة البحوث والجامعة والخبراء والمنتجين والمصدرين، بالإضافة لمشاركة 100 عارض في المهرجان. في البحيرة نفذت مديرية الزراعة حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية مباشرة، وده في مراكز المحمودية، الرحمانية، دمنهور، إيتاي البارود، شبرخيت، كفر الدوار، وجاري التنفيذ حالياً بمركزي أبو المطامير وجناكليز. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري أن إجمالي ما تم تحصينه 36 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المكترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وده حفاظاً على الثروة الحيوانية اللي بتمثل جزء من الأمن الغذائي المصري. في المنيا أعلنت مديرية الصحة تنفيذ 4175 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و535 لقاء جماهيري على مدار شهر سبتمبر الماضي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسعة. في البحر الأحمر بيستقبل مطار مرسى علم الدولي 138 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز ومدينة كفر صقر اللي استمرت لمدة يومين واشتملت على 14 عيادة في التخصصات المختلفة، وقامت القافلة الطبية خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2800 مريض. في الفيوم انتهت مديرية الموارد المائية والري من تنفيذ 18 مشروع للري خلال شهر سبتمبر، فيما يستمر العمل في 22 مشروع آخر، وده ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة وتأهيل المجاري المائية وتبطين الترع، مع التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث بهدف الحفاظ على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية. مشاهدينا، لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، لكن الحقيقة يمكن بعد الفاصل هنروح لفاصل، ولكن معانا فقرات مختلفة، منها فقرة اجتماعية عن فكرة انتشار حالات الطلاق، وكمان الفكرة اللي احنا دلوقتي بقينا بنشوف يعني مشكلات او المشاكل الأسرية بتبقى موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. شاذل، دي مصيبة كبيرة قوي على فكرة، لأن كله بيفتي. تدخلوا كده على مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا في بعض الصفحات بتبقى من المفترض ان هي صفحات الاجتماعية
وبتتكلم عن الاجواء الاسريه والكلام ده، بتلاقي واحده دخلت كتبت مشكلتها وبتقول بدون ذكر اسماء يا ادمن والكلام ده مفيش منه اي مشكله، لكن هي بتحط المشكله سريعا ومن وجهه نظرها فقط، فبالتالي الحكم بيجي هو كمان سريعا وعلى حسب الموقف ده فقط. لا دي جروبس يعني دي في جروبس اصلا معناه بده. الفكره انه اللي بيحكم او اللي بيفصل في الموضوع وبيدي رايه وبيدلي بداله ما عندوش الصوره الكامله، دي عندنا مشكله كبيره جدا. فوحده لم الشمل اللي موجوده في الازهر مهمتها الاساسيه ان هي تقعد مع الطرفين في محاوله للاصلاح في المقام الاول، وبعد كده تبتدي تدي رايها في هذه الحاله. أعتقد أن وحدة لم الشمل يعني دورها مهم جدا، لأنه بالمناسبة أنا مشكلتي حتى يا شاذلي أو يعني بالنسبة لي بستغرب مش بس فكرة المشكلات اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا، لكن حتى يمكن البرامج اللي بيتبعت لها رسائل عشان تحل مشاكلها، لأن أنا بالنسبة لي ما ينفعش أحل مشكلة بناء على أن أنا أسمع طرف واحد. لازم أكون عارفة الظروف المحيطة حتى بالطرفين، بما أن احنا بنتكلم كمان عن بيت وأسرة، يعني الموضوع هنا بيبقى أكبر وبيبقى الموضوع هنا فيه أطراف كتير جدا وبيبقى فيه عوامل كتير جدا لازم تكون كلها واضحة. فحتى يمكن مش بس مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن حتى البرامج اللي بنتابعها بنشوف رسائل من المشاهدين اللي بتتكلم عن مشاكل عندها، وللأسف حتى ما بنسمعش الحل أو الرأي من متخصصين. صحيح، احنا بنسمع اراء شخصيه ممكن فعلا تعمل مشكله وتؤدي لكارثه وتؤدي لانفصال وتؤدي لهدم بيت. على اي حال هنتكلم عن المشكله دي خلال فقراتنا في صباح الخير يا مصر. كان اسمحوا لنا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. هناك أيضا نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الجو النهارده وايه المناطق اللي هيكون فيها نشاط للرياح والمناطق اللي هيكون فيها كمان امطار، وخصوصا واحنا جايين الجو كان فيه نسبه رطوبه مرتفعه شويه. هو احنا طبعا يمكن من الامس شهدنا تعمق للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وده ادى الى سقوط الامطار في بعض المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط زي محافظه الاسكندريه وبورسعيد وبعض المناطق من البحيره، وايضا بالامس الامطار امتدت لبعض المناطق الداخليه. اليوم متوقع استمرار تعمق المنخفض الجوي على جمهوريه مصر العربيه، وده منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا ايضا مع وجود كتل هوائيه شماليه رطبه تساعد بشكل كبير على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، فبالتالي هيستمر معانا اليوم يعني تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وفرص الامطار اللي هتكون امطار متوسطه على السواحل الشماليه للبلاد، المحافظات المطله على البحر المتوسط. يمكن منذ الساعات الاولى من الصباح الامطار بتتساقط على محافظه الاسكندريه امطار متوسطه، وتقدمت كمان الامطار لبعض الاماكن من محافظه البحيره، ومتوقع على مدار اليوم استمرار الامطار على مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، بعض المناطق كمان من سواحلنا الشماليه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح العريش، بعض المناطق كمان من وسط سيناء، امطار على مدار اليوم على فترات متقطعه طبعا، الامطار هتكون امطار متوسطه، وقد تمتد كمان الامطار بكميات اقل للمناطق الداخليه، فتمتد امطار خفيفه لمناطق من محافظات مدن القناه، جنوب الوجه البحري،
بالإضافة كمان طبعاً هيكون انخفاض في قيم درجات الحرارة اليوم بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي، انخفاضات طفيفة طبعاً لكن هنشر أرضيها عظمى على القاهرة الكبرى، متوقع أن تكون 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء المعتدلة تماماً والخريفية خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ايضا بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد. يعني نقدر نقول يا دكتور ان احنا خلاص داخلين على الشتاء، يعني نقول للناس خلاص بقى ان احنا درجات الحرارة كده احنا نستعد لفصل الشتاء شوية، اجواء شتوية يعني هو لسه الفصل الشتاء قريب. نحن نبدا نرتدي الملابس الشتويه او الاجواء الشتويه بشكل كبير، الانخفاضات الملحوظه في درجات الحراره لا هيكون لسه بدري، لان احنا لسه قدامنا تقريبا حوالي شهرين او اكثر في فصل الخريف. طبعا الارتفاعات في درجات الحراره مش هتكون موجوده بشكل كبير، هتقل بشكل كبير، لكن هيظل عندنا ان فتره النهار فيها الاجواء الدافئه او الاجواء نقدر نوصفها مائله للحراره، نيجي على فترات الليل نلاقي الاجواء المائله للبروده، هتبقى اجواء خريفيه مش اجواء شتويه، لان الاجواء الشتويه بيكون فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، وبتحتاج طبعا نرتدي الملابس الشتويه الثقيله. طبعا فترات النهار هتظل فيها اجواءها دافيه او نقدر نوصفها اجواء مائله للحراره في بعض المحافظات، لكن فورا غياب اشعه الشمس، وده اللي دايما ملحوظ بيحصل انخفاض في درجات الحراره، يكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر، لو قد دي درجات الحراره الصغرى بدأت تنخفض وتوصل ل 21 و20 في بعض المناطق من محافظات شمال البلاد، احيانا كمان محافظات شمال الصعيد بتنخفض درجات الحراره الصغرى ل 18 و19 درجه مئويه، فبالتالي اجواء نقدر نقول مائله للبروده في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر. بالنسبه لنشاط رياح الموجود معانا اليوم، هيكون موجود معانا في معظم محافظات الجمهوريه، لكن هو غير مثير لاي مال واتربه، سرعاته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعه، هيساعد بشكل كبير على مزيد من الاحساس بانخفاض قيم درجه الحراره، وكمان عدم احساسنا بنسب رطوبه موجوده في الجو. طبعا الشبوره المائيه هتظل ظاهره جويه بتاثر علينا فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، يعني على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. طور سطوع اشعه الشمس تبدا الشبوره المائيه بالظبط. طبعا الاجواء اللي فيها امطار وخاصه على المناطق الساحليه متوقع ان هي تستمر معانا حتى منتصف الاسبوع، يمكن تكمل معانا اليوم الثلاث والاربع جايين ان شاء الله، امطار متفاوته الشده على المناطق الساحليه تحديدا ومحافظات شمال الوجه البحري، مع استمرار طبعا يعني الاجواء الخريفيه او انخفاض درجات الحراره. صحيح. درجات الحراره فيها اقل من المعدلات. اكيد انا يعني بنتابع مع حضرتك يوميا، بشكرك على المتابعه اليوميه معانا في صباح الخير يا مصر، دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه. خلونا بقى دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 28، الصغرى 22، العاصمه الاداريه 28 21، الاسكندريه 26 21، العلمين الجديده 26 21، مطروح 27 19، دمياط 26 22، بورسعيد 27 22، اسماعيليه 30 20، السويس 30 21، العريش 28 20، كاترين 22 16، طابا 28 24، حلايب 30 25، شلاتين 32 25، شرم الشيخ 33 24، الغردقه 32 24، الفيوم 29 19، بني سويف 30 19، الوادي الجديد 33 19، اسيوط 30 17، سوهاج 31 21، قنا 33 22، الاقصر 34 23، واخيرا اسوان 34 23. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس خلال الاسبوع او خلال النهارده بالذات. خلوا بالكم ان احنا في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره خاصه في الساعات المتاخره من الليل وفي ساعات الصباح الباكر. هرجع مره ثانيه لشاذلي وجمانة عشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ديان. شكرا لك. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي ونتابع ابرز واهم الاحداث والاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، وهنستعرضها مع حضرتكم في سياق هذا التقرير.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتقام ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في جامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية في إطار الندوة التثقيفية 48 للاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وده بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر. بيشهد الاحتفالية قيادات الجامعة والأساتذة والطلاب من مختلف كليات. النهاردة هتعقد البورصة المصرية للسلع الجلسة رقم 85 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات اللي بيدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، منها مباراة النرويج مع أسبانيا الساعة 10:15 بالليل، وفي نفس التوقيت مباراة تركيا مع لاتفيا. محافظة الوادي الجديد نظمت امبارح الملتقى التسويقي الثالث للتمور بالمحافظة، واللي بيقام للعام الثالث على التوالي بمشاركة 100 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى بعض الدول العربية، وده طبعاً لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة. أيضاً بيضم الملتقى التسويقي للتمور ندوات علمية عن الوضع الراهن لآفات التمور في المحافظة ورصد واكتشاف علم المستقبل في الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء وتأثير التغيرات المناخية على أمراض نخيل البلح. السنة دي في فرق كبير جدا وفي تطور كبير جدا حقيقة، يعني أكبر تجمع للمهتمين ولكل الصناعات القائمة على التمور، بداية من تدوير المخلفات التمور، الأساس، الأسمدة العضوية إلى آخره، مرورا بمنتجات التمور المختلفة والأعمال اليدوية والحرير. فأنا يعني شايف إن هو ده يعني تطوير هذا القطاع هيكون يعني مصدر خير ومصدر توفير فرص عمل جديدة وتنمية مستدامة في محافظة الوادي الجديد. من محافظات مصر بتشارك جميع المحافظات، محافظة اسكندرية، السويس، محافظة شرقية، محافظة أسيوط، كل المحافظات هنا بتشارك معانا وحاسين فعلا إن احنا وسط أهلينا. وجيت أعرض طبعا الزي السيناوي عندنا، الطرز السيناوي والمرمرية والأعشاب والمورينجا والزعتر، كل الحاجات السيناوية قلنا لازم نعرفها برضو على المحافظات التانية ويبقى في تلاحم بيننا وبين المحافظات التانية. بنشكر المحافظة على الاستقبال العظيم ده، وعلى فكرة الحاجات دي زي تبادل خبرات، احنا بناخد من عندهم حاجة بتبقى ناقصة عندنا، احنا بنديهم حاجة بتبقى ناقصة عندهم، يعني حاجة جميلة جدا ونتمنى تفضل مستمرة كل سنة. شاركنا بمنتجنا المتواجد في القاهرة اللي هي المجالس العربية والأسفنج والمراتب، وحبينا ان احنا نزور الوادي الجديد ونتعرف على اهله والناس والمنطقه، والحمد لله سرحنا يعني ارتحنا راحه تامه يعني، واستقبال الناس وضيافتهم والجو مريح ومريح للنفس والعين والنظر، والناس محترمين جدا وضيفونا واستقبلونا احسن استقبال. وجدنا عمل الى درجه عاليه من الرقي وعمل نوعي. مصر لم تعد تمتاز بالانتاج فقط في التمور، بل انها أيضا اليوم تتميز بأن تتجه نحو التصنيع والتصنيع النوعي، وهذا توجه فخامة الرئيس السيسي الذي يرى فيه أن تتجه مصر إلى زيادة الصادرات وزيادة الصناعات النوعية. خلينا نروح مع حضراتكم لتجربة فنية مختلفة لفنانة قدرت أنها تستغل موهبتها في الرسم عشان تجسد وتوثق التراث الشعبي السكندري من خلال لوحات فنية مبدعة ومختلفة. بكل تأكيد الفنانة هناء جلال بتستهدف تعريف الأجيال الجديدة بملابس وحياة أهل اسكندرية زمان. عملت لوحات كتيرة جدا لملابس المرأة في اسكندرية في الخمسينات والستينات، ده غير طبعا كمان لوحات لأشكال المقاهي وأشكال الشوارع والحياة في اسكندرية كانت عاملة ازاي والطبع المميز لاسكندرية في الخمسينات والستينات.
إحياء التراث هدف فني عملت عليه الفنانة هناء جلال، التي جعلت إحياء التراث الشعبي السكندري عن طريق لوحاتها الفنية هو غاية لتعريف الأجيال الجديدة بملابس وحياة أهل الإسكندرية في حقبات زمنية لم يعاصرها. اشتركت هناء في معارض فنية كثيرة في القاهرة والإسكندرية بهدف نشر لوحاتها التي تنقل صوراً من الماضي، وتحاكي لوحاتها تفاصيل كيف كانت ترتدي المرأة السكندرية الملاية اللف واليشمك والمنديل، وإبراز أن الحنطور كان أهم وسيلة مواصلات تميزت بها الإسكندرية، بالإضافة إلى أشكال البيوت والجالسين على المقاهي وغيرها من العادات السكندرية في الخمسينيات والستينيات. الموهبة كانت هي الدافع وراء تركيز هناء جلال على الدخول في المجال الفني الذي سعت إليه بعد تخرجها في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والتحقت بكلية الفنون الجميلة دراسات حرة بحثاً عن شغفها في الرسم ولتطوير موهبة نشأت لديها منذ طفولتها. كما افتتحت ورشة لتعليم الأطفال الرسم، خاصة الذين يتأثرون منهم بالتراث وتعجبهم الفكرة، لأن هذا الأمر يجعلهم مبدعين في رسوماتهم لشغفهم بتلك التفاصيل. عشان نتعرف على تفاصيل أكتر معانا دلوقتي على الهاتف الفنانة هناء جلال. يعني أستاذة هناء، صباح الخير عليكي وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. أهلا بيكي. يعني خلينا في البداية نعرف منك فكرة تخصيص لوحاتك الفنية على إحياء التراث السكندري تحديدا، الدوافع اللي كانت وراء أن أنت تخصصي لوحاتك لهذا الهدف كانت إيه؟ قدرتي تستخدمي إيه الماتيريالز أو الحاجات اللي قدرتي تستخدميها في اللوحة دي؟ اللوحات، لوحات زيتية بتعبر عن التراث الشعبي المصري، وأنا هدفي إن أنا أوصل رسالة للجيل الجديد عن الهوية المصرية وعن التراث الشعبي المصري اللي كان موجود زمان، وفعل التقدم العلمي دلوقتي ما بقى أصبح مش موجود. طيب اهتمام الناس إيه يا أستاذة هناء بالموضوع ده؟ شايفاه إزاي يعني؟ يعني أنت أول ما عملت هذه اللوحات عشان ترصدي حياة اسكندرية كانت عاملة إزاي في الخمسينات والستينات، شايفة ردود أفعال الناس إيه؟ والله الفكرة لقت استحسان كبير قوي، من وخصوصا من الأطفال. يعني أنا شايفة أن الأطفال فوق 10 سنوات مهتمين قوي بالفكرة، لأن في أشياء كتيرة أنا عبرت عنها في لوحاتي مش موجودة في المجتمع دلوقتي، زي الملاية اللف، زي المنديلة بالقوية. الأطفال مهتمين بده ولا كنت عاملة لهم لوحات مخصصة ليهم؟ لا مهتمين جدا بده. طيب يعني عايزة أعرف برضو منك، هل شاركتي في معارض ولا لأ؟ شاركت في 28 معرض جماعي، وده تالت معرض فردي ليا. وردود الأفعال إيه بالنسبة للمولى؟ وهنتكلم على المعارض الخارجية. وطبعا أكيد ردود الأفعال فيها إعجاب كبير قوي باللوحات اللي بتعبر عن التراث الشعبي المصري. هايل. طيب مجال دراستك ايه يا استاذه هناء؟ يعني بحسب ما عرفنا ان هو مختلف شويه عن الفن والابداع والرسم. انا ليسانس اداب تاريخ، بس انا اصلا عندي موهبه من طفولتي فاثقلتها بالدراسه في كليه الفنون الجميله الدراسات الحره جامعه اسكندريه. استاذه هناء، يعني بالنسبه لطموحك ايه؟ حابه توصلي لفين؟ وانا بحاول اوصل للجيل الجديد، يعني هكمل ان شاء الله في التراث الشعبي، هعبر عن كل حاجه بتعبر عن الهويه المصريه القديمه. لاعتقادي ان الفنان لازم يوصل رساله ويربط ما بين الحاضر والماضي. يعني احنا عرفنا منين يوميات المصري القديم غير من عن طريق الفنان وعن طريق الرسام اللي رسمها على جدران المعابد. ده مجال عملك يا استاذه هناء ولا في مهنه تانية بتمتهنيها بجانب الرسم؟ لا، ده مجال عملي. انا ابتعدت عن التاريخ تماما، بس يعني انا عندي ثقه، يعني عندي ثقه ان في اتصال ما بين التاريخ والفن. اكيد. طيب ماشي، ما هو يعني احنا ما بعدناش قوي برضو، التاريخ توثيق واللي حضرتك بتقومي بيه برضو هو كمان توثيق. طيب ايه الدور اللي بتقومي بيه للاطفال للاجيال اللي جايه؟ هل في ورش عمل مثلا عشان تعلميهم الرسم وتنمي فيهم هذه الموهبه وهذه الفكره تحديدا؟ يعني مش مجرد الرسم فقط، لا، ان هم يتجهوا بالفعل الى رسم هذه اللوحات. هو بالفعل انا عملت كذا ورشه للطفل وبعمل لهم معارض
في سلسلة معارض عملتها للطفل تحت 14 سنة اسمها معارض بصمات الأطفال. احنا دلوقتي ان شاء الله عندنا معرض بصمات الأطفال العاشر، هيبقى يوم 20 أكتوبر بإذن الله. برضو ده لتوثيق التراث ولا لتعليمهم فن الرسم؟ هو في مرحلة احنا عملناها، يعني كذا معرض عملناه في حب مصر، كان بيعبر عن الأماكن الأثرية في مصر. إنما بوجه عام هو المعرض مفتوح يعبر الطفل عن اللي هو حابب عنه. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذة هناء جلال الفنانة التشكيلية، شكرا لك يا فندم. طيب خبر مفرح جدا أعلنت عنه أسرة الموسيقار الراحل محمد الموجي، وده هو بدء إعداد مسلسل يتناول قصة حياته بشكل عام ويتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة. طبعا ده خبر يعني مهم جدا، وعشان نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون دكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار محمد الموجي. صباح الخير عليكي وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا، صباح الخير. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا محمد، صباح النور يا فندم، نهاركم سعيد ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نعرف من حضرتك بقى، يعني الفكره جت ازاي، ايه السبب في التفكير فيها، واول ما يعني الفكره كده جت ايه الخطوات اللي تم اتخاذها فيها؟ والله الموضوع ده يعني جه نتيجه بعض الاشياء انا كنت عملتها لوالدي السنوات الماضيه. انا عملت عنه رساله ماجستير، طبعا دي كانت من الناحيه الاكاديميه العلميه. بعد كده بيتعمل حاليا عنه كتاب تاليف الاستاذ محمد مكاوي، ويعني على وشك الصدور يعني الايام دي. فقلنا بعد الكتاب ان شاء الله ما ينزل نعمل له بقى مسلسل تلفزيوني يضم مسيرته الفنيه وحياته الانسانيه والشخصيه، لأن الحقيقة حياته مليئة بالمواقف الدرامية وغزيرة وسرية جدا جدا، لأن كمان تاريخه أو الحقبة الزمنية اللي هو اتواجد فيها طبعا عاصر العديد من الثورات والحروب، يعني من سنة 52 مرورا ب الأذون الثلاثي 56، بعد كده كانت أحداث كتير 67، بعد كده في طبعا 73. طبعا أعماله الفنية كلها كانت مليئة بهذه الفترة يعني. طيب هل هيتم الاستعانة بهذا الكتاب اللي حضرتك ذكرتيه مثلا في السيناريو الخاص بالمسلسل، ولا في حد تاني هتذهبوا ليه عشان يكتب سيناريو المسلسل؟ لا طبعا هيبقى في بقى يعني نتناوله بقى بالشكل الدرامي الذي يليق ان هو يطلع بشكل مسلسل درامي يضم حياته. طبعا هيبقى مختلف عن الكتاب اكيد، بيتم المعالجه وكده، مفهوم نفسه هيكون مختلف. طيب حضرتك هتساعديهم ازاي في الجوانب الشخصيه؟ احتفظت حياته موجوده كلها معانا، ده غير طبعا انا عاصرت بابا وعرفت بقى طبعا حياته كلها عامله ازاي. واي حاجه طبعا يعني اقول لحضرتك على حاجه، وقت اذاعه مسلسل العندليب كان اللي مجسد شخصيته الاستاذ مفيد عاشور، فجالنا البيت وقعدنا معاه وقلنا له ازاي بيقعد، ازاي بيلبس، ازاي له حركات معينه، ليه طريقه معينه في الكلام يعني. فده طبعا ده اللي هيحصل برضو المره دي من خلال المسلسل يعني. طيب دكتورة غنوة، يعني هل استقريتوا مبدئيا حتى على الفنان اللي ممكن يجسد طبعا حياة الفنان الموجي ولا لسه؟ لا الحقيقة لسه خالص، لأن طبعا شخصيته محتاجة يكون حد له شخصية مميزة، بيعرف يغني، بيعرف يعزف عود، قريب من الشكل إلى حد ما، فلسه الحقيقة ما استقرناش على مين اللي يقوم بالدور. طيب حضرتك قلت انه هو بيعرف يغني، ونعرف ان بداياته كانت الغنى، وهو لما طلع من كفر الشيخ وجه القاهره كان أيوة. كل التصور عنده ان هو يجي كمغني. نقطه أيوة. التحول دي جت ازاي؟ بدايه مشواره يعني؟ لا التحول من انه مقرر ان هو يبقى مغني وفجاه بيبقى ملحن من اعظم الملحنين في مصر والوطن العربي. كان يعني مثله الاعلى كان الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، فطبعا حب الغنى من خلاله، كان بيغني اغانيه كلها من وهو صغير.
فطبعا تربى على اعمال محمد عبد الوهاب، فكان مقرر ان هو حتى اصدقائه قالوا له انت صوتك حلو ليه ما تروحش القاهره تغني وتدخل الاذاعه وتمتحن، وفعلا دخل الاذاعه بس قالوا له انت صوتك جنب الاصوات اللي موجوده دلوقتي يعتبر ضعيف لحد ما، لان كان جنبه طبعا الاستاذ محمد انزيل على الاستاذ كريم محمود على الاستاذ محمد عبد المطلب، الاصوات كلها قويه جدا، فهو كان بالنسبه لهم صوت يعني ضعيف. فاول مره في الاذاعه ما قبلش كمطرب، دخل الامتحان لثاني مره يعني بيغني حاجه من الحانه، قالوا له لا احنا ممكن نجيزك كملحن انت ملحن كويس. احنا بنتكلم عن المواقف وحياته الشخصيه، كان في علاقه شخصيه قويه جدا بتربطه بعبد الحليم حافظ، يعني بمجرد ما اتعرف عليه واول اغنيه عملها له صافيني مره، وبعد كده 54 اغنيه بيتعاون معاه في هذه المشوار الفني الكبير. علاقته بعبد الحليم كانت عامله ازاي؟ هل كان دائم زياره في البيت؟ العلاقه الشخصيه كانت عامله ازاي؟ طبعا هو كان بيعتبره ابنه، مع ان بينهم من بعد 5 سنوات يعني مش العمر بينهم قليل جدا، لكن كان بيحس ان هو ابنه اكتر من اي حاجه، وكان محتضنه جدا ومتبنيه جدا، حتى علاقتنا بيه اسريا استمرت لسنوات لحد وفاه عبد الحليم حافظ، واستمرت بعد وفاته كمان، فالعلاقه بينا كانت عائليه جدا جدا، طبعا ده يعني عمر بينه وبين طبعا الفنان عبد الحليم، فطبعا ده مش فاكر اي مواقف حصلت من خلال العمل الدرامي بشكل متوسع جدا، لانه طبعا في مسلسل عندليب كان جانب معين وبسيط احنا عايزين نجيبه بتوسع في المسلسل، زائد طبعا علاقته بسيدة الغناء العربي ام كلثوم، غير علاقاته بكل المطربين المصريين وغير المصريين العرب، فليه مواقف كتيره قوي قوي لازم ان احنا نبرزها بحق الجمهور ان هو يعرف مين هو محمد البوجي. طبعا طبعا. طب ايه اكتر اغنيه حضرتك بتحبيها يا دكتوره غنوه من الحان طبعا موسيقار محمد المو؟ السؤال ده صعب قوي 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 بصراحه. طبعا انا مقدره موقفك يعني والله انا بحب اغانيه كلها، بس طبعا في الاقرب لقلبك تعتبر الاغاني البارزه او اللي ليها شكل مختلف عن اي اغاني، يعني مثلا انا احب له جبار جدا، طبعا احب له قراءه الفنجان، اسأل روحك لأم كلثوم، حانة الأقدار، فايزة أحمد بيت العز، شادية غاب القمر وبوسط القمر، يعني لو عديتها عندي أنا احترت معاكي والله يا دكتورة غنوة، كل ما بتقولي أغنية تبقى فعلا أحلى من اللي قبلها طبعا. الله يخليك، هو فعلا أغانيه محيرة جدا طبعا. طيب حضرتك قلت ان هو كان في تعاون كبير مع كوكب الشرق، واحنا اتكلمنا برضو من شويه عن التعاون الكبير ما بينه وما بين عبد الحليم والعلاقه الشخصيه. حضرتك ذكرت ان هو تعاون كمان مع فنانين كتير، يعني في فايزه احمد وورده وشاديه ونجاه وطلال مداح، ووصل لعلي الحجار وسميره سعيد. عشان كده اعتقد انه اطلق عليه من اهم المجددين للموسيقى في هذا العصر، انه قدر انه يشتغل مع قامات كبيره بموسيقى كلاسيكية، وقدر انه كمان يطور من هذه الموسيقى حتى وصل لمطربين هذا الجيل. ده حقيقي، ده حقيقي. هو في الحقيقة هو والأستاذ كمال الطويل طلعوا مع بعض، كانوا يعتبروا مجددين بعد الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. حتى الموسيقار الأجيال لفت نظره مين محمد الموجي ومين كمال الطويل، مين دول ومين عبد الحليم. لفت نظره جدا جدا، وطبعا كان له شكل الأغنية المصرية مختلف تماما عن الأغنية المصرية اللي كانت موجودة في الوقت ده. طبعا كان مطور جامد جدا هو وكمال الطويل، وطلعوا الأغنية المصرية بشكل جديد جدا. حتى محمد عبد الوهاب طور من أعماله في الفترة دي نتيجة اللي عمله الموجي والطويل. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي. مشاهدينا الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصالات شهد التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي. وتوافق الرئيسان خلال الاتصال حول أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد. واستعرض الرئيس السيسي نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف لدفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد. أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع سيكون بمثابة حكم إعدام. وأدانت المنظمة بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، مشددة على أن الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة. وقالت رئيسة المفوضية إنه بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستزيد المفوضية حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو، ما سيرفع المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو. For asylum, because one thing must also. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم التأكد من وفاة 29 مواطنا أمريكيا في التصعيد الجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وذكر المتحدث الأمريكي أن بلاده على علم بفقد 15 مواطنا وشخص آخر يحمل إقامة قانونية دائمة، مفيدا أن العمل يجري على مدار الساعة للعثور عليهم. استشهد أكثر من 400 مواطن فلسطيني وأصيب نحو 1500 آخرين في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثامن للعدوان. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية رسمية وفا بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا وإصابة نحو 250 آخرين. ورياضيا، خاض المنتخب الوطني الأول مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الجزائر وديا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها غدا في ختام معسكر الفراعنة في أكتوبر الجاري. وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الزامبي بهدف دون رد عن طريق حمدي فتحي في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية الخميس الماضي في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهز أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين حتى تصل إلى قطاع غزة، وبتضم مئات السيارات المحملة بآلاف من الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية. قافلة المساعدات تم تجهيزها من التحالف تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون دلوقتي الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية خلينا في البداية نعرف من حضرتك يا فندم بلغة الأرقام، نعرف تفاصيل يعني عدد القاطرات ومحتوياتها. صباح النور على حضرتك. الحقيقة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزي ما حضرتكم أكدتوا، واستجابة ل
توجيهات السيد الرئيس كان لابد انه ينتفض، لابد انه يتحرك بشكل عاجل كعادته في الازمات والكوارث. الحقيقه كل اعضاء التحالف على تحركوا باسرع ما يمكن. على مدار الساعات الماضيه كان التحالف خليه نحل عشان تجميع اكبر عدد ممكن من المساعدات بالارقام. 106 شاحنة كبيرة محملة بأطنان برضو كمان بالأرقام، هنقول أنه ما يقارب 1000 طن مواد غذائية، 40,000 بطانية، كميات كبيرة من الأدوية، كميات كبيرة من مما تم تجميعه من التبرع بالدماء. الحقيقة البداية كمان من التحالف كانت التخطيط الجيد للمساعدات، التقسيم والوقوف على أهم احتياجات أهالينا في غزة. تم تقسيم الاحتياجات لثلاث أفرع رئيسية، الاحتياجات الطبية وداخل أو من خلال الاحتياجات الطبية تم إطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم، بدأها أعضاء التحالف بأنفسهم من خلال فرق عمل المؤسسات المنضوية تحت راية التحالف ومتطوعيها. بعدها التوعية بضرورة التبرع، نشر نقاط لجمع استقبال المتبرعين بالدم وجمع ما يتم التبرع به على مستوى المحافظات، وبداية التنظيم للاستقبال. وده الحقيقة كان موجود مع ساعات صباح الجمعة على مدار اليوم. كمان بالتوازي مع ده أهم الأجهزة اللي مطلوبة لمستشفيات غزة بالإضافة لكميات الأدوية. ده الشق الطبي، والشق وبالتوازي معاه كان الشق الغذائي، وبالتوازي كمان معاهم كان شق بطاطين الشتاء وبعض الملابس، لان احنا مقبلين على بدايه فصل الشتاء. الحقيقه التحرك كان مع ساعات صباح امس، وكان في شكله كان ملحمه انسانيه كبيره. المشاركة البشرية كمان من كل عناصر وفرق عمل مؤسسات التحالف ومتطوعيها كانت رسالة من الشعب المصري كله، مش بس التحالف، انه قد ايه احنا بنقف مع اشقائنا في غزة، بندعمهم، بنتحرك باقصى ما يمكن من سرعة وباكثر ما يمكن من اشكال التنظيم عشان نقدم لهم المساعدة. صحيح. طيب أستاذ عصام، في ناس عايزة تتبرع، في ناس عايزة تساهم، في ناس عايزة تشارك، وبنشوف الكلام ده على السوشيال ميديا كتير، ممكن يتوجهوا لفين؟ ممكن يعملوا ايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه القافلة او التحرك من سلسلة القوافل اللي بدأت امبارح ده كان البداية. التحالف الوطني ما زال على مدار الساعة فاتح أبوابه من خلال كل مؤسساته لكل مواطن حابب يدعم الشعب الفلسطيني. احنا انا يعني بأرجو كل فئات الشعب اللي حابه تدعم اخواننا في غزه انه يتابعوا صفحات التحالف. بالنسبه لي انا شخصيا وكمدير للمركز الاعلامي لمؤسسه صناع الخير، احدى المؤسسات المؤسسه للتحالف، و صناع الخير بتستقبل المساعدات وبتستقبل التبرعات لاهالي غزه. انا بامل ان كل مواطن حابب يساعد يدخل على صفحات مؤسسه صناع الخير او اي مؤسسه من مؤسسات التحالف عشان يبدا يتفاعل ويبدا يساعد، هيلاقي بالتأكيد في أقرب مكان ليه فرصة إنه يتبرع ويساهم، سواء عايز يتبرع بالدم، عايز يتبرع بمساعدات عينية، عايز يتبرع بمساعدات نقدية. بالتأكيد التحالف فاتح المجال لإنه كل مواطن مصري حابب يدعم يتلاقى الفرصة في التحالف.
أستاذ عصام، برضو يعني زي ما حضرتك ذكرت فكرة السرعة حتى في البدء في تجهيز هذه القطارات، عايزة أعرف من حضرتك لو نتكلم على التنظيم اللوجستي، فكرة السرعة، سرعة الاستجابة كانت مبهرة الحقيقة، عايزة أعرف من حضرتك إزاي ده حصل؟ طيب، التحالف الحقيقة من بدايته في مارس 22 وهو بيشتغل على يعني قواعد استراتيجية مهمة، أهمها التخطيط الجيد اللي بيبدأ بقياس الاحتياجات وبعدها بتلبية الاحتياجات بداية من المخزون اللي موجود عند مؤسسة التحالف وفتح المجال لاستعواض المخزون من خلال التبرعات. قصاد ده كمان في إتاحة الفرصة للمتطوعين إنهم يدخلوا أو يساهموا بشكل كبير في التنفيذ. كل ده الحقيقة بعوامل في الآخر بتنتج وتثمر سرعة في الأداء وتنظيم جيد وكمان تحقيق للهدف. يعني أنا بس عايز أقول لحضرتك بمناسبة موضوع السرعة، الجمعة على سبيل المثال كان متطوعي التحالف وفرق عمل التحالف على مستوى الجمهورية بيسطروا ملحمة إنسانية في موضوع التبرع بالدم، ثم شباب صناع الخير على سبيل المثال، واسمحي لي أنا بتكلم عن صناع الخير بشكل مركز باعتبار كمثال طبعا الجمهورية. يعني فأنا الشباب والفريق على مستوى الجمهورية كان منتشر كخلية نحل، بيبدأ بالتبرع بنفسه، بيبدأ بيوعي الناس بالتبرع، بيشتغل على تأمين الاحتياجات اللوجستية عشان الدم يتم حفظه بشكل جيد. ده الجمعة، الجمعة على مدار الجمعة كمان وبالتوازي منه التعبئة والتغليف والتجهيز للمواد الغذائية أنها تتحرك، بالإضافة كمان للبطاطين والملابس. الحقيقة مع ساعات فجر السبت كان كل الشاحنات بتتحرك، مع شروق شمس السبت بدأ توافد الشاحنات على نقطة التجمع الأولى في طريق مصر إسماعيلية. عايز أقول لحضرتك أنه التوافد نفسه كان بمنتهى التنظيم ومنتهى التنظيم وفي منتهى السرعة، ساعات بالضبط كان بيبدأ التجمع. من الحقيقة من بين الحاجات المفرحة أنه واحنا واقفين على الطريق وبنجمع الشاحنات كان استجابه كل الماره، كل ركبي السيارات على الطريق كانت استجابه مبهره. كانت الحقيقه رساله كمان لكل مواطن مصري انه قد ايه الدوله المصريه، قد ايه المجتمع المدني المصري بيعكس حرص كل مواطن على دعم أشقائنا الفلسطينيين زي ما حضرتك بتقولي بمنتهى السرعة وفي منتهى التنظيم. عظيم جدا، كل الشكر لحضرتك أستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي حصل من خلال هذه القافلة وهذا التحالف اللي شوفنا صوره وبنعرضها دلوقتي قدام حضراتكم بيؤكد أن كل واحد بيبذل ما يستطيع، بيبذل ما في الإمكان، اللي بيروح بيتبرع بالدم، اللي بيساهم بتبرعه بالمال لهذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة للتحالف، اللي بيقوم كمان بعمل تطوعي في التجميع والتغليف، كل واحد بيبذل ما في استطاعته من أجل دعم أشقائنا في غزة وفي فلسطين. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والنهاردة بتنطلق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ بمشاركة نحو 2200 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم خلال الفترة من 15 وحتى 26 أكتوبر الجاري من مختلف دول العالم. هذه البطولة بتنظمها الاتحادات الوطنية للشطرنج حول العالم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والمصري للشطرنج برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذ أحمد محسن قاسم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للشطرنج. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا سيمانه، ازي حضراتكم؟ وسعيد جدا ان انا معاكم. تشرفنا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نفهم اكتر ونعرف اكتر عن الاستعداد اللي تم لهذه البطوله العالميه. والله الاستعداد للبطوله دي ما تمتش من فتره قريبه، لا هي يمكن هي احنا توافق لنا كمصر ان احنا ننظم البطوله دي من 2021. الاستعدادات الفعلية بدأت من فبراير 23. احنا البطولة دي لأول مرة تكون في مصر وفي أفريقيا عموما.
العدد ما كناش متصور انه ممكن يوصل للرقم ده. يعني احنا في المتوسط البطولة دي كانت ممكن تبقى بالكثير قوي 1200، لان دايما الناشئين بيبقوا من سن او الشريحة العمرية اللي احنا بنتكلم عنها في البطولات من 6 سنين لحد من تحت 12 سنة لتحت 6 سنين، دي كانت دايما بتبقى عدد اللاعبين يساوي عدد المرافقين. احنا عندنا عدد المرافقين اكبر من عدد اللاعبين في البطولة دي بحوالي 30%. طيب خلينا اتفضل. يعني احنا عدد اللاعبين تقريبا 615 لاعب، معانا من ومعانا قدامهم حوالي 800 مرافق، والنسبه دي تعتبر جديده جدا بالنسبه لبطولات الناشئين للشطرنج. طيب استاذ احمد، برضو حابين نعرف من حضرتك الاستعدادات اللي قمتم بيها لاستقبال هذه البطوله. يمكن اهم الاستعدادات هو اختيار الاماكن من يعني على مستوى مصر، واللي رست في الاخر على مدينه شرم الشيخ، لان يمكن النوعيه دي من البطولات بتبقى ليها طبيعه حساسه جدا نظرا لوجود اطفال. فايه المكان اللي ممكن نختاره في مصر ويكون امان، سواء في توافر الفنادق، توافر قاعات اللعب، وقبل كل ده عنصر الامان متوافر في كل الامكانيات المطلوبه للعبه. لا يعني حضرتك توضح لنا بس عنصر الامان، يعني ايه حضرتك تعني ايه بعنصر الامان؟ يعني ان انا عندي مدينه تكون نسب ال حوادث الطرق او الانتقال تكون فيها قليله جدا، دي ده عنصر. العنصر الثاني يكون متوفر خدمات طبيه في حاله الطوارئ، ان طبعا تكون الاهتمام بالعنصر البيئي كويس، يعني يكون كويس ومقارب للمعايير العالميه عشان ما يبقاش اي حد من الوفود مهما كانت الدوله اللي هو جاي منها يحس ان في عنصر غريب او شيء يخليه مش مرتاح او مش مبسوط في مصر. فكانت مدينه شرم الشيخ. تمام جدا. استاذ احمد، اخبار التمثيل المصري ايه في هذه المسابقه الدوليه؟ احنا عندنا التمثيل المصري مصر مش اكبر الوفود، ولكن من اكبر 5 وفود. عندنا 75 مشارك، 40 لاعب و35 مرافق. يمكن احنا عموما اصلا في مصر احنا يمكن متفائلين قاره افريقيا، يمكن احنا برضو من ضمن النقط الايجابيه ان احنا كان عندنا بطوله افريقيا للناشئين، يعني نفس بطوله العالم اللي احنا فيها دي، ولكن للناشئين بشرائح عمريه اقل. طيب اتفضل. 25 ميداليه على مستوى افريقيا من اصل 29 ميداليه لافريقيا كلها. طب عظيم، ده انجاز كبير. طب بالنسبه لل 40 لاعب اعمارهم ايه؟ تحت 6 سنين وتحت 8 سنين وتحت 12 سنه. يعني الحقيقه بنتمنى طبعا البطوله تخرج بافضل شكل، واحنا متاكدين انها طبعا هتخرج بافضل شكل. مدينه شرم الشيخ يعني من اجمل مدن العالم. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ احمد محسن قاسم، رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري للشطرنج، شكرا لحضرتك. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد الفاصل نكمل باقي فقراتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر الأولمبي وصل تدريباته تحت قيادة البرازيلي جوريو ميكالي
استعدادا لمواجهة أوزبكستان الودية يوم الاثنين الجاي في طشقند. وقسم ميكالي اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تدربت على بعض الجمل الفنية وقاد تياجو المدرب العام وساعد فيها مدرب الأحمال، بينما خاضت المجموعة الثانية تدريبات استشفائية. يأتي ذلك في ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي واصل مران الأساسي على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لمباراة فاركو المقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري. وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة مدرب الأحمال، وعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة على خلق المساحات والتحرك بدون والاستلام والتسليم في المساحات الضيقة، وانتهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب. الفريق الأول للكرة بالنادي المصري فاز على نادي فريق الاتحاد الليبي أحد أندية الدوري الليبي الممتاز واللي بيقوده فنيا مؤمن سليمان بنتيجة 2-0، ده في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم امبارح على استاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة من الدوري واللي هتجمعه بنادي فريق طلائع الجيش يوم 20 أكتوبر على استاد الجيش ببرج العرب. الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فاز على فريق سبورتينج بنتيجة 89-84، وده في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري بالبحرين. المنتخب الجزائري خاض تدريبه الأول في الإمارات امبارح استعدادا للمواجهة الودية أمام منتخبنا الوطني المصري واللي هتتلعب غدا الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. منتخب كوتيفوار تعادل مع منتخب المغرب بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي جمعت المنتخبين في أبيدجان في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية. منتخب ألمانيا حقق فوز مهم على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1 في المواجهة الودية اللي جمعت المنتخبين امبارح على ملعب رينترال فيلد في مدينة إيست هارتفورد الأمريكية، وده ضمن فترة التوقف الدولي الحالية. منتخب إيطاليا حقق الفوز على ضيفه منتخب مالطا برباعية نظيفة في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سان نيكولا في مدينة باري الإيطالية، وده ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. عارفين حضراتكم من ساعة ما خرجت الخلافات والمشاكل الأسرية بره إطار الأسرة وتحولت للعيلة بقينا نتكلم مع أفراد العيلة، وبعد كده وصلت لي وسائل التواصل الاجتماعي وبقينا نستنى نصايح الناس وده يقول نعمل ايه وده يقول نسوي ايه، والناس ما بقاش عندها الصورة كاملة للمشاكل اللي بتحصل. كل الكلام ده هو اللي أدى بينا في النهاية إلى زيادة حالات الانفصال والطلاق. وحدة لم الشمل اللي موجودة والتابعة للأزهر بيجي لها حالات كتيرة جدا بهذا الشكل وبتبذل مجهود كبير جدا للصلح ما بين الأزواج. صحيح يا شاذلي، يمكن فعلا قبل كده كنا بنسمع أنه تدخل الأسرة هو اللي بيعمل المشاكل، بالعكس كنا دايما بنقول بلاش تعرفوا حد من العيلة بالمشاكل اللي بينكم، لأنه وارد جدا أنه أنتوا تنسوا تتصافوا بس الأهل ما بينسوش، بيفضلوا دايما فاكرين الخلافات. على أي حال خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن وحدة لم الشمل، دورها في حل المشاكل الأسرية خاصة متعلقة بنشر الخلافات وأسرار البيوت على وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف بقى يعني دلوقتي زي ما بيقولوا كده ترند أو موضة، بنشوف دايما على مواقع التواصل الاجتماعي مشاكل كتير جدا حتى بنلاقي وإحنا بنقراها أنها صعب حتى أن حد يقدر يبعتها. على أي حال خلينا نرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية زي ما كنا بنتكلم يا فندم أنه زمان كنا بنسمع أنه دايما النصايح مشاكلكو في بيتكو مشاكلكو بينكو بلاش المشاكل تطلع لحد، دلوقتي ما بقتش بس بتطلع لحد، هي في ناس بقت في جروبس على مواقع التواصل الاجتماعي معنية أصلا بالمشاكل دي، فبيبقى في حد شخص بيبعت
لجروب اللي هو فيه ادمن او فيه حد مسؤول ان هو يتلقى هذه الرسائل، اللي هو شخص بالمناسبه بيبقى عارف مين بعت الرسائل دي، وبعد كده بتتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنلاقي بقى ردود افعال كتير جدا متباينه ومختلفه، وساعات بتبقى قاسيه وصعبه، وبعد كده المشاكل بتزيد وبتكبر، وللاسف بتزيد معاها ظاهره الطلاق. لو هنتكلم في النقطه دي تحديدا يا فندم، شايف فكره انه نشر الخلافات بشكل عام وخروج الخلافات بره باب البيت، شايف مساوئها ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله واصحابه من والاه وبعد. بلا شك ان من اهم الحقوق والواجبات المشتركه للزوجين على بعض هي فكره حفظ الاسرار اللي بينهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا معنى يعني ايه امانه، يعني ايه سر، بعيدا عن الزواج بشكل عام يعني، فيقول ايه اذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي امانه. يعني انا قلت كلام وانا وحضرتك بس موجودين وسبتك، دي امانه انت تحملتها من غير ما اقول لك ده سر، ودي امانه من غير ما اتكلم من غير اي حاجه. هذا في امر عام، ما بالك بشان الرجل مع امراته اللي الاصل في الحياه الزوجيه ان حياتهم دي بينهم، وان هي اسمها الحياه الخاصه، يعني مش اي حد معدي ممكن يعرف اي حاجه، واحنا مش اي حاجه برضو نقولها عن حياتنا الشخصيه. احنا بنقول ان علاقتنا دوائر، في دوائر قريبه وفي دوائر بعيده، كل مستوى من الدوائر ده ممكن يعرف حاجه مستوى تاني ما يعرفهاش. الدوائر القريبه في الحياه الخاصه بين الزوجين المفروض ما يعرفوش عنها اي حاجه، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال ان شر الناس منزله عند الله، دي روايه، وفي روايه تانية قال ان اعظم الامانه عند الله. ايه بقى؟ الرجل يفضي لامراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الازواج والزوجات بالحال اللي هم بيبقوا فيه مع بعض، اللي ما تلقش بيه ان حد فيهم بعد ما يبقى بينهم الخصوصيه الكبيره قوي دي والقرب الكبير قوي ده، حد بعد كده يطلع يتكلم بشكل سيء عن شريك حياته او عن حياته الزوجيه، او يطرح اسئله زي ما حضرتك بتتكلمي دلوقتي وسط ناس مش متخصصه، بالاضافه الى ان ممكن حد يقول لي حاجه تفسد الحياه طبعا الزوجيه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا نسال، قال لنا نسال اي حد؟ لا طبعا، لا، قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هنا هم مش بس العلماء، هم كمان اهل التخصص في كل مجال. انا مش قادر اتجاوز مشكله بنفسي، ممكن اخلي حد يساعدني اني اتجاوز المشكله دي، بس يبقى هو حد اهل لده، يبقى حد متخصص. طيب هل في حالات معينه مثلا موجوده او راحت لوحده لم الشمل، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتدمر لهم حياتهم، لكن قدرنا ان احنا نوفق ما بينهم ونصلح ما بينهم في هذه الوحده؟ سؤال رائع. هو بدايه هو وحده لم الشمل انشئت بقرار من فضيله الامام الاكبر سنه 2018، يعني الوحده النهارده بقى لها 5 سنين. طيب الوحده المقر الرئيسي في مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه في مشيخه الازهر الشريف، وليها مقرات منتشره في ربوع الجمهوريه، كل محافظه فيها مقر، القاهره فيها اكتر من مقر. بيجي لنا حالات كتير. نعم. طب ايه اصلا خلى مفتين دورهم حلال وحرام وفتوى يتدخلوا في اصلاح اسري؟ لان احنا لما لقينا ان الاسئله الوارده كتيره جدا فيما يتعلق باسئله الاسره، راى القائمون على هذا المركز وطبعا بتوجيه من فضيله الامام الاكبر ان ما يبقاش دور المفتي مقتصر على ايه الصح وايه الغلط ونعمل ايه، هل ده طلاق وقع او لا، يبقى لازم المفتي ده ليه دور في الاصلاح. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. الاصلاح بين الناس شيء في منتهى الاهميه، ولما يبقى حد واعي يبقى في بديل احسن من الناس تخش على السوشيال ميديا او على اي وسيله. طبعا السوشيال ميديا وسيله سهله، اي حد ممكن يسال، اي حد ممكن يجاوب، اللي عارف واللي مش عارف. فلما تعمل بديل ايجابي او صحيح يبقى انت كده عملت البديل اللي الناس تلجا له بدل ما تلجا لحاجات غلط. اجل سؤال حضرتك هو فيما يتعلق ب هل السوشيال ميديا بالفعل على الارض بقى في مشاكل الناس متدخله؟ بلا شك متدخله في قضايا كتير، في قضايا كتير. ممارسات خاطئه، طبعا في ممارسات خاطئه كتير، يعني ممكن تلاقي ان حد يحصل بينه وبين زوجته مشكله فيكتب على السوشيال ميديا ان مثلا يعني يحكي موقف ما، بس ما يقولش انا عندي مشكله، يحكي موقف ما، او هي مثلا تعرض بالكلام على السوشيال ميديا.
وبعدين يحصل بعد كده خلافات بينهم وما إلى ذلك، وبعدين تكبر هذه الخلافات وبيبقاش هو ده سبب المشكلة الرئيسي. بس ده اللي خلى المشكلة بيكبرها. إيه؟ تكبر. في حين أن المشكلة لو فضلت في إطارها الطبيعي، في الحيز بتاعها الطبيعي مع الأشخاص اللي هم الطبيعيين اللي هم هيقولوا كلمة إصلاح، مش هتتطور المشكلة وتتعقد أكتر ما هي موجودة. طب دكتور خليني يعني في جملة حضرتك قلتها دلوقتي، فكرة الأشخاص اللي ممكن تصلح الموضوع، مين الأشخاص دي؟ يعني هل ممكن حد يسمعنا دلوقتي يقول أكيد محدش هيخاف عليا أكتر من أهلي؟ ده بالنسبة للست، بالنسبة للراجل أنا كمان محدش هيخاف عليا أكتر من أهلي، مامته، باباه، أخته، أي مكان، أو الصحاب. بالظبط، أو الصحاب. فمين الأشخاص اللي حضرتك تقصدهم؟ خلينا نقول إن في البداية ممكن كتير من الأزواج والزوجات بيتكلموا في المشاكل اللي عندهم من باب الفضفضة، مش من باب إن هو عايز حد يحلله المشكلة. فعايزين نقول إن دي مش مجال للفضفضة ولا مجال للتسلية، ومش أنا قاعدة فاضية فبكلم صاحبتي للأسف البعض عن بيسأل عن النصيحة يا دكتور برضو. نعم؟ للأسف البعض برضو بيسأل عن نصيحة من سواء الأسرة أو الأصدقاء للأسف. رائع برضو. صحيح. أنا بقول ده يعني ده نمط موجود، اللي هو أنا بتكلم بفضفض وخلاص. ده نمط موجود. إمتى؟ طب ده صح؟ لا مش صح. أنا مفترض ما أدخلش حياتي الشخصية في المسامرات والكلام والفضفضة، إنما أجيب سيرة حياة زوجية إمتى؟ لما أبقى عايز بالفعل تدخل أو نصيحة. إحنا حضرتك دلوقتي رحت للجزء الخاص بندخل مين، ولكن في الشرع في خطوات كتير جدا قبل ما نقول هندخل مين اصلا. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ اللي بيحصل انا عندي مشكله، يلا نكلم حد، يلا كلم ماما، يلا قول لي فلان. طب ما في خطوات كتير جدا، في حاجه اسمها فهم طبيعه شريك الحياه، في حاجه اسمها تخصيص وقت للتواصل بين الزوجين. يعني ما تقولش انا بدي البيت وقت، لا، انت في ساعه ما معينه ما وراكوش فيها انتوا الاثنين غير بعض، يعني مخصصين الساعه دي نتكلم فيها مع بعض من غير دقيق ومن غير وقت المشكله، لازم نحل ده دلوقتي من غير الانماط الخاطئه اللي بتقضي على الحوارات اللي بينكم بالفشل. هل في وقت محدد اتصارحتوا فيه واتكلمتوا فيه؟ ايه مزعل؟ ايه فنصلحه ازاي؟ هل ده حصل؟ طيب ولو حصل واخترنا الوقت المناسب وقلنا الكلام بشكل مناسب، لان في ناس كتير بيقول كلام باساءه فما يتقبلش منه، او يقوله في وقت خاطئ فما يتقبلش منه. خدنا كل الاسباب وقلنا المشكله اللي مضايقنا، هل حاولنا جديا نحل المشكله دي بقى بالسلوك والمعامله، ولا قعدنا قعده وانتهت القعده وكل حد رجع زي ما كان؟ عايز اقول ان قبل ما الحكمين دول، او يعني الشرع لما اقترح فكره الحكمين اقترحها من باب المصالح، المصلحه. يعني حضرتك بتقول دلوقتي نكلم مين؟ احنا هنكلم حد مكالمتنا ليه تجيب مصلحه ما تجيبش مفاسد. دي النقطة، ده الضابط، ده الضابط. الحد ده ممكن يبقى تبقى الدنيا على الضيق كده ويبقى فلان ده اللي هو قريبنا، أو حتى مش قريبنا، أو باباه أو بابايا أو الأزهر الشريف. الطرفين بيثقوا فيه يعني. وتدخله ما يعقدش الموضوع أكتر. مش حد بعينه ما ينفعش أقول إيه ولد الزوجة، وما يبقاش هو أهل للأمانة ديت، أو يبقى، أو أنا بضرب مثل طبعًا. فما يبقاش هو أهل لده والمشكلة تتعقد أكتر. فالأمر مرتبط بالمصلحة. والحكمين أو اللجوء لطرف خارجي ده أصلا ده آخر حاجة لما احنا ما نعرفش نحل مشكلتنا بينا. طيب، بشكل حقيقي. هل يكفي الاتصال بوحدة لم الشمل من خلال التليفون، ولا لازم الطرفين يكونوا موجودين وفي حد من دار الإفتاء قاعد معهم بيتكلم معهم عشان يكون عنده التصور الكامل للمشاكل اللي حصلة، مش لمجرد مواقف بتتحكي؟ طيب، هي الوحدة لها كذا طريقة للتواصل. ممكن التواصل من خلال رقم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الخط الساخن 19906. وبعد ما بيتصل وبيملى استمارة أو حاجة زي كده، بيتم تحديد موعد بحضور الزوج والزوجة، أو لو في أطراف كمان أكتر من الزوج والزوجة بيحضروا، وبيتشكل ليهم لجنة لاستماع ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهم. وممكن في بعض الحالات او في حالات كتيره حد من الزوجين مش عايز يجي ومش عايز يحضر، فالازهر الشريف بيشكل لجنه بتروح له في المكان اللي هو فيه، يعني سواء هو للطرف اللي مش عايز يجي، يعني للطرف المعترض على ان هو يحضر. نعم، او يعني اذا كان ايسر ليه يبقى اللقاء في مكان تاني، الوحده بتوفر ان اعضاء اللجنه دول ممكن يتحركوا خارج المركز او خارج مقرات المركز
ويروحوا للمكان اللي موجود في الوحده. وفي ابلكيشن ممكن يتملى من الموقع الخاص بالمركز، في البيانات برضو بيتم التواصل بنفس الطريقه، تحديد موعد ومكان معين للقاء الاطراف ان شاء الله. طيب من خلال طبعا يعني خبره حضرتك والمشاكل اللي بتتعرض عليكم في وحده لم الشمل، شايف انه ايه ابرز عوامل زياده نسبه الطلاق، او ابرز العوامل او الاسباب اللي بقت موجوده دلوقتي في مجتمعنا اللي بتعمل مشاكل؟ طيب احنا خلينا نقول ان برضو طبعا في اسباب كتير، والحياه الزوجيه فيها حالات كتير فيها مشاكل، بس مش عايزين ننسى ان اللهم لك الحمد في اسر كتير ونسبه لا باس بيها كبيره جدا، عارفه تتعايش مع الواقع، وعارفه كل حد يوفر لشريك حياته، وعندهم مشاكل بالمناسبه، وعندهم ضغوطات. بالظبط، هو ده اللي لسه عايز اقوله. احنا عملنا دوره في مركز الازهر العام للفتاة الالكترونية مقبلين على الزواج. الدوره دي وصلت عدد الدفعات بتاعتها دلوقتي اكتر من 80 دفعه. الدوره دي احنا بنقول فيها كده، بنقول ان مفيش بيت مفيهوش خلافات، بس في ناس بتعرف تتجاوز هذه الخلافات وفي ناس مش بتعرف تتجاوز هذه الخلافات. اسباب الخلافات ممكن تبقى ايه؟ ممكن يبقى اختلاف في الطبائع، او اختلاف في طبيعه الحياه قبل الجواز، او تدخلات الاهل زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، او اختلاف حول الاولاد ومين المفروض يمشي كلامه هنا ومين المفروض الولد يبقى في مدرسه ايه وكلام من هذا القبيل. الزوجه طبعا معروفه يعني. في الامور اللي شبه كده برضو المصالح هي اللي بتضبط الاحكام فيها، سبحان الله. يعني حتى وجهه نظر الشرع، المصلحه فين، او مصلحه الواقع او الطفل او الحياه الزوجيه ايه، فبيبقى الحكم على حسب المصلحه. انا عايز اقول ان الاسباب ممكن تبقى كتيره جدا، واللي منها السوشيال ميديا اللي حضراتكم اتكلمتوا عنها في البدايه. طيب بعض الزوجات بتتعامل مع السوشيال ميديا وتنشر الحياه الخاصه كلها على السوشيال ميديا، صور الاكل، صور الخروجات، قعدتها مع زوجها في مكان عام في البيت، هل ده غلط؟ اه طبعا غلط. سبحان الله، احنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على علاقه الزوج بالزوجه ومثلها بشيء، قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اللباس يعني الهدوم، الثياب، فكأن الزوج لزوجته والعكس كالثوب. سترة. ايه اهم صفات الثياب؟ طبعا الثياب فيها صفات كتير، وهو تشبيه معجز من رب العالمين. كل الصفات دي المفروض تبقى في الزواج، زي الفخر والنظافه والراحه، وانه يبقى مقاسك، حاجات كتير من ضمنها، والقرب، اقرب حاجه ليا دلوقتي هدومي والقرب، فكمان الستر. يعني المفروض الزوجين يبقوا ستر وغطى على بعض. فالصالحات المراه الصالحه تعمل ايه؟ قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى الزوجين مفروض يبقى حياتهم بينهم. بالإضافة إلى أن حضرتك بتتكلم على سلوك للأسف بقى موجود النهاردة، الغرض منه هو التربح من أموال السوشيال ميديا. طب يا جماعة، إحنا هنتربح من أموال السوشيال ميديا ونسيب قيامنا ونسيب، هنخسر إيه في المقابل؟ بالظبط، هنخسر إيه بالظبط؟ نخسر سلوكياتنا الحقيقية وقيامنا داخل بيوتنا وأسرارنا وحياتنا الزوجية ومبادئنا وقيمنا. بلا شك أن ده سلوك منافي للفطرة، مش بس للدين، للفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها الإنسان، أنه هو يبقى مستور جوه بيته، أنه هو يبقى مستور بينه وبين زوجته، ويختار إيه يظهر للعلن وإيه يظهر للناس على حسب الدوائر اللي أنا اتكلمت عنها، وإيه يفضل بيني وبين زوجتي. وقد إيه ده ممكن يأثر على أسرة تانية مستقرة شافت الكلام ده على السوشيال ميديا؟ طبعا احنا عندنا عدوى في السوشيال ميديا، هم بيقولوا حتى ان فيها سلوكيات كتير تشبه العدو، ان زي ما شفت حد بيعمل فانا اقلد، فينتشر طبعا حاجه مش صح من باب التقليد. وحاله عدم الرضا كمان اللي بتبقى موجوده يا دكتور، بنتخيل ان الناس دي حياتها يعني مثاليه، وان احنا ناقصنا حاجات كتير جدا، لكن للاسف حتى بعد ما بيمر وقت بنكتشف ان الناس دي عندها مشاكل اكتر من اللي احنا شخصيا بنمر بيها. كلام حضرتك صح جدا. الناس وفي عدوى المباهاة بالنعم، وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، الأخشى ان تفتح عليكم الدنيا، يعني انا اشوف غيري عايش ازاي واظن ان هو معاه كل حاجه، رغم ان سبحان الله زي ما هو عنده شق ايجابي او نعمه، عنده شق اخر في معاناه الحياه، اصل احنا في الحياه والحياه كده بطبعها. الصح ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يكن احدكم امعه يعني مشوش الشخصيه، يعني ما عندوش مبدا، زي ما الناس عملت انا هقلد وهعمل بغض النظر ده هيضرني بايه او هيعود عليا او على المجتمع
بشكل عام بإيه. طب دكتور خلينا نستغل وجود حضرتك معنا، ولو هتدي نصيحة، يعني لو هنقول الزواج بيبقى قائم على كذا عامل، في عوامل ثابتة لازم تكون موجودة وعدم وجودها يعني أنه الزواج ده هيبقى غير ناجح أو مش مريح على الأقل، وفي عوامل تانية ممكن تكون متغيرة أو يمكن التغاضي عنها. طيب واحنا خلينا احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الثياب، وربنا شبه الزواج بعلاقه الانسان بشريك حياته زي علاقته بثيابه. احنا اهم حاجه او من اهم صفات الثوب ان هو يبقى مقاسك، عشان لو واسع قوي هكعبل فوقنا ماشي، لو ضيق قوي هيخنقني. ده سمي في الشرع بالكفاءه. بالكفاءه طيب ايه برضو الكفاءه؟ يعني يبقى الطرفين مناسبين لبعض، مش حد خد الافضل، لا خد الانسب. ده بيخلي الحسبه مقبوله عقليا. يعني عايز تقول ايه برضو؟ عايز اقول ان الزواج اللي اتحسب بايجابيه، ايه اما اجي اقدم على اختيار ايه الصح ايه الغلط، هعرف اعيش مع ايه مش عارف اعيش مع ايه، حسبتها لقيتها تنفع، غالبا ده اللي بيعيش. سبحان الله، غالبا ده اللي بيعيش، اللي هو معايير الكفاءه متوفره فيه والتفاهم. طب ايه هو التفاهم؟ هما لما اتكلموا عن التفاهم قالوا ان احنا يبقى بينا ارضيات مشتركه ويبقى بينا المعايير مشتركه، عشان لما نختلف اكيد هنشوف فكره نتحكم بيها احنا الاثنين. طب احنا المرجعيه مش متفقين عليها فهنعيش ازاي؟ يبقى ارضيه مشتركه، المعايير مشتركه، وبعدين قبول الخلاف. طب بعد ما حاولنا نقلل الخلافات بينا، اكيد احنا برضو شخصين ماشيين في طريق واحد، اكيد هيظل في جزء احنا مختلفين فيه. لازم يبقى من تكوين شخصيتنا احنا الاثنين ان احنا بنتقبل الجزء بقى البسيط ده اللي هو فيه الفروقات الفرديه اللي هي بتضيف للاسره في الاخر. اكيد مش نختلف الأسرة. يعني عارفين طبعا ازاي نختلف، عارفين نختلف، لان صح. دي نقطه مهمه جدا. في ناس بتقيس على الوقت الكويس اللي احنا دايما بنكون متوافقين فيه، ولما بتركزش في وقت الخلاف بيقولون عادي وقت الخلاف طبيعي ان احنا بنزعق وبنتعصب. لا لا بالعكس، لا بالعكس على فكره طبعا. طبيعي بالعكس، ده طبيعي في الوقت الكويس ان احنا بنعرف نتعامل مع صح بعض. صح جدا طبعا، لازم نبقى عارفين ازاي نختلف. عشان كده العلماء قالوا احنا بنختار لساعه الغضب مش لساعه الرضا. بكل تاكيد بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور معاذ شلبي، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، نورتنا يا فندم. شكرا لك. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي. وتوافق الرئيسان خلال الاتصال حول أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد. واستعرض الرئيس السيسي نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف لدفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد. تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد عباس خلال الاتصال أن السلام والأمن في المنطقة يتحققان من خلال تنفيذ حل دولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف. وشدد الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع سيكون بمثابة حكم إعدام. وأدانت المنظمة بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، مشددة على أن الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة. وقالت رئيسة المفوضية إنه بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستزيد المفوضية حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو، ما سيرفع المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم التأكد من وفاة 29 مواطنا أمريكيا في التصعيد الجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وذكر المتحدث الأمريكي أن بلاده على علم بفقد 15 مواطنا وشخص آخر يحمل إقامة قانونية دائمة، مضيفا أن العمل يجري على مدار الساعة للعثور عليه. استشهد أكثر من 400 مواطن فلسطيني وأصيب نحو 1500 آخرين في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في إسرائيل في اليوم الثامن للعدوان. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلحة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا وإصابة نحو 250 آخرين. أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط من المقرر أن يزور المنطقة هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد دعا الولايات المتحدة إلى لعب دور بناء ومسؤول في النزاع، كما حض على عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق. ورياضيا، خاض المنتخب الوطني الأول مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الجزائر وديا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها غدا في ختام معسكر الفراعنة في أكتوبر الجاري. وكان منتخب مصر كان قد فاز على نظيره الزامبي بهدف دون رد عن طريق حمدي فتحي في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية الخميس الماضي، في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. هذا البرنامج برعاية وقلب الشيوخ. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني الحقيقة أنه مفيش شك أن الأوضاع في غزة سيئة جدا، كل ساعة عشرات من الشهداء بتسقط، كل ساعة بيكون في حصيلة من المصابين جراء القصف على قطاع غزة وتكدس داخل المستشفيات، سواء من جثث الشهداء أو حتى المصابين. ده بالتأكيد هترتب عليه كوارث صحية ووقائية على الشعب الفلسطيني. ووارد أنه زي ما دايما ما بنسمع أنه مع انتشار الوفيات أو وجود جثث، وارد أنه ينتشر أوبئة بين صفوف المواطنين. أعداد كبيرة جدا من الشهداء حتى يعني تخطت تقريبا 1900 شهيد، عدد أطفال كبير جدا حوالي 614 طفل وأيضا 370 امرأة، ووصل عدد الجرحى لحوالي 7696. رقم كبير جدا، وأعتقد أن حتى الوضع الصحي في غزة يشهد كمان للأسف كارثي. بكل تأكيد مستشفيات بتخرج عن الخدمة، أعداد جثث الشهداء كبيرة جدا، التلاجات الموجودة هناك مش قادرة أن هي تستوعبها، أعداد المصابين كبيرة جدا، المستلزمات الطبية، الأدوية، أدوات الجراحة، كل الحاجات دي خلاص بتنقص مع الوقت في ظل هذا الحصار. وزارة الصحة الفلسطينية بنفسها خرجت وقالت هذا الكلام في تصريح، وحذرت كمان من حدوث هذا السيناريو. قراءة وافية عن هذا الأمر هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا.
يا اهلا بك. أهلا في البدايه، ازاي بتقيم الوضع الصحي في غزه؟ انا في البدايه طبعا يعني بتعاطف مع غزه ومع كل الاحداث اللي موجوده فيها، وربنا معاهم وينصرهم ان شاء الله. طبعا الوضع احنا بنتكلم ان في كوارث بتحصل، كوارث معروفه، يا اما طبيعيه زي الزلازل والبراكين والحاجات دي، يا اما زلازل، يا اما كوارث نتيجه حروب وبفعل بشري يعني. فبيهمنا من المقام الاول ان احنا نوفر بيئه امنه لهؤلاء المواطنين في ظل الظروف الصعبه اللي بنمر بيها دي، لان احنا عندنا عدد من المواطنين بيسيبوا اماكنهم، بيخرجوا من بيوتهم، في قطع كهرباء، في قطع ميه. فاول حاجه بتيجي في بالك انك توفر امان ليهم وممر امن يخرجوا منه، يقعدوا في اماكن سالمه بالنسبه لهم. فانت اهم حاجه بتقول انا عايز مكان امن لي بعيد عن القصف وعن الضرب اللي بيحصل. تاني حاجه توفير المياه، الغذاء، الدواء. ده كده انت بتقدر تحميه، يبقى في سقف مغطيه، خصوصا مع دخول فصل الشتاء. فانت بتتكلم في امطار، في تقلبات جويه، بتتكلم في احتياج الى مكان دافئ وامن اقدر احميه من خلاله. فانت بتتكلم في احتياجات اساسيه لحمايه حياته، انا عايزه يبقى عايش. فبالتالي بتتكلم انه يا دول يلي بتقدموا مساعدات ركزي على الحاجات دي، ركزي انك تبعتي بطاطين، تبعتي خيم، تبعتي حاجات يقدر تقويهم من التقلبات اللي موجوده. تاني حاجه مصادر الميه، لازم يبقى في مصدر امن للميه، لازم توفر لهم كميات كبيره من المياه علشان يقدروا يحافظوا على حياتهم، لان الميه اساس الحياه بالنسبه للانسان، ما فيش غنى عنها خالص يعني، سواء كان للشرب او للنظافه او لاي حاجه، فاستخدام الميه مهم جدا. يبقى توفير مصدر امن للمياه، سواء كان هناك في اي خطوط ميه ممكن تتمد لهم، او المساعدات اللي بتروح لهم يكون فيها جراكن كبيره وكميات كبيره من المياه توزع بشكل عادل. فلا بد من وجود ناس مسؤولة على توزيع المساعدات اللي رايحة، توزع بشكل عادل وآمن عليهم بالتساوي عشان كله يوصل له. فوسط هؤلاء المواطنين إخواننا في فئات معينة هي أكثر عرضة للأمراض والخطورة، ودول أكثر ناس بخاف عليهم. الأطفال، السيدات وخاصة الحوامل، كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، وذوي الهمم اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. دول أكتر ناس ببدأ بيهم. عندنا مش بقول إن احنا هنهمل الرجالة والشباب، ولكن ببدأ بأولويات على أساس إن الرجالة والشباب عندهم قدرة تحمل أكتر منهم شوية. فأنا بخاف على الأطفال، الطفل الصغير طبعا. ده عرضة جدا إنه يجيله التهاب رئوي، إنه يجيله إنفلونزا، إنه يجيله حصبة، إنه يجيله التهاب سحائي من التكدس ومن عدم التهوية الجيدة ومن البيئة الغير آمنة. السيدات الحوامل وارد جدا مع وجود احنا عارفين الستات الحوامل دول بيحتاجوا الى تغذيه جيده، يحتاجوا الى مصدر مكان امن يقدروا رعايه خاصه، يعيشوا في مكان امن، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي ضغط عليهم. فطبعا ربنا يكون في عونهم من الضغط النفسي لوحده كفايه، ولكن احنا بنقدر نوفر المستطاع. طيب دكتور، يعني زي ما حضرتك تحدثت أعداد الشهداء كبير جدا والمصابين كمان للأسف أكبر، وفي ظل تكدس وازدياد الأرقام ده بشكل كبير جدا، وفي ظل كمان طبعا المشكلة أو الكارثة في الوضع الصحي والقطاع الصحي في غزة، إزاي تقدر الكوادر الطبية، إحنا فكرة الكوادر الطبية هي قادرة أو بتحاول تتعامل بقدر المستطاع لقد ايه ممكن يستمر الوضع ده؟ انا هقول لك، التعامل مع الحالات اللي زي كده من قبل الاطقم الطبيه والكوادر الطبيه بيختلف عن الوضع العادي، بيختلف عن التعامل الطبيعي بتاعه اليومي الروتيني في المستشفى. فانت بيبقى ليك اولويات في الشغل بتاعك، وليك تصنيف للحالات اللي موجوده، لدرجه ان انا عايز اقول يعني حاجه كده بناخدها في الاسعافات والكلام ده، انك في شخص ممكن تسيبه يتوفى مقابل انك تسعف شخص تاني، لانه اصابته، اصابه ده اللي جياله انت متاكد علميا وطبيا ان هو كلينيكيا منتهي، لكن الشخص التاني اولى بوقتي ومجهودي ان انا انقذه. وده وارد في حماس لازم، انا لو سبت ده فده زي ما حضرتك قلت علميا كده كده هيموت، فهبقى فقدت حالتين، ده التفكير اللي قصدي اقول لحضراتكم عليه. أولويات في استخدام الأدوات الطبية، أوفر إيه وأخلي إيه. ده بقى الإسعافات الأولية اللي موجودة كلهم بيبقوا مركزين عليها وبيستغلوها أكتر استغلال.
جميع الكوادر بتنزل تشتغل، جميع التخصصات بتشتغل في كل حاجه، مفيش حاجه بقى اصل انا بطنه اصل انا اطفال. صحيح. لا، كله بيستغل انه يقدر ممارس عام ويشتغل ويعمل كل حاجه. اي حد عنده اي خبره في اي مجال طبي بيساعد ولو بقدر بسيط جدا. فهنا بيجي بتيجي بقى مساله الاولويه في التطبيق واستخدام الامكانيات المتاحه بالنسبه لي في خيط بيستخدم في اوفر فيه، مش هستخدم بوفر زي ما بستخدم في العادي. مقصات وحاجات ومشارط بتستخدم بتحتاج تعقيم باستمرار، استخدمها عند اللزوم فقط. عظيم جدا. طيب زي ما ذكرنا انه جثامين الشهداء كتيره جدا في المستشفيات، وان الثلاجه مش قادره، ثلاجات الموتى مش قادره تستوعب هذه الاعداد الكبيره، فنتيجه لده في جثامين شهداء ملقاة للاسف على الارض وفي خارج المستشفى في انتظار دورها في الدفن، او حتى في بعض الاوقات بيكون في قصف الجنازات فعشان كده بيأخروا الدفن. هل وجود هذه الجثث، جثث الشهداء في هذه الحاله من الممكن ان تؤدي لوباء ايا كان نوع هذا الوباء؟ بالتاكيد طبعا، الجثث دي مصدر كبير جدا للوباء، الجثث المتعفنه، الجثث اللي تخرج منها بكتيريا، شيء مأساوي جدا. نتمنى انه ينتهي ان شاء الله قريبا باي شكل من الاشكال، ولكن للحفاظ على صحه المواطنين، للحفاظ على ادميتهم، ونشوف طرق برضو زي ما انت حضرتك تفضلت لتوفير ثلاجات في حاله ان شاء الله ما يستمرش الوضع اكتر من كده، بس نشوف طريقه نحافظ بيها على الجثث للحفاظ على الوضع الصحي العام والمناخ العام اللي ممكن الهواء نفسه تطير فيه الميكروبات والفيروسات وتصيب جميع الفئات اللي موجوده. فبالتالي نتكلم في نقطه التعقيم، لابد يبقى في اجراءات تعقيميه للاماكن اول باول علشان اماكن الجثث وعلشان اماكن الاوبئه اللي ممكن تحصل. الفيروسات كتير جدا دلوقتي، ده موسم فيروسات، فبالتالي ممكن الاطفال تصاب، ممكن كبار السن يصابوا. النقطه المهمه جدا اللي حابب اتطرق ليها، يا جماعه اللي بيقدم مساعدات ياخد باله من الادويه كويس جدا، الادويه الامراض المزمنه، ادويه الضغط، ادويه السكر، لان هناك ما فيش دلوقتي صيدليات. صحيح. ولا في ادويه ولا في مساعدات داخله. فانا يهمني جدا بعد ما دخلت ميه ودخلت غذاء ادخل ادويه. ادويه ايه؟ ادويه الامراض المزمنه، ادويه انسولين، ادويه الضغط، ادويه الحساسيه، الادويه للستات الحوامل والمكملات الغذائيه للستات الحوامل. ده شيء مهم جدا جدا لازم نركز عليه في المساعدات اللي رايحه، غير طبعا المستلزمات الطبيه من قطن وشاش والحاجات المطهرات للجروح والخيوط الجراحيه. كل ده، وده طبعا تحت اشراف الهيئات المسؤوله عن الهلال الاحمر والحاجات اللي بتقدم المساعدات، تبقى مركزه جدا في اولوياتها، ويبقى في تواصل ما بين هناك وما بين عندي، اقدر اعرف ايه اللي ناقص عندي عشان ما ابعتش حاجه ممكن يكون هيئه تانية بعتتها وبالتالي هو عنده وفره في حين ان عنده نقص في حاجه تاني. صحيح، تنسيق اكيد. حتى اعتقد كمان الملابس مهمه يا دكتور، لانه بكل تاكيد حتى المسعفين او المواطنين اللي بيساعدوا يعني على قد ما يقدروا بيبقوا حاملين لجرحى ولشهداء كمان بيبقى مش راجعين بيوتهم اصلا، فبالتالي خرجوا. فالملابس مهمه، الغطاء مهم جدا، بطاطين في الفتره اللي جايه دي لو خدت بالك الجو بالليل بيبقى بارد يعني. صحيح. فالخيم والبطاطين مهمه جدا، لان ده شيء مهم جدا لحمايتهم من التعرض لاي امراض او اوبئه. دكتور، من ضمن الاخبار برضو الماساويه والصعبه جدا كمان بنسمع انه حتى قوات الاحتلال كانت بتحذر وبتنبه في رسائل انه يتم اخلاء مستشفيات، وفي طبعا يعني جرحى واصابات، في ما بين اصابات بالغه واصابات متوسطه وما الى ذلك. يعني انعكاس ده ايه على الوضع الصحي ايضا في غزه؟ واصلا هل ده ممكن؟ ما هم لو هم عملوا كده يبقى انا اناشد برضه المجتمعات اللي بالدول اللي بتبعت انك تبعت لي مستشفيات ميدانيه. هتبعت اماكن مجهزه انك كانها مستشفى، مستشفيات كده، مستشفى جنب بعض كده مجهزه لخدمه المواطنين، نستغل بعض الاماكن الامنه ايا كانت هي ايه بقى. بس في مواطنين، في جرحى يا دكتور، او في مصابين يا دكتور مثلا بيعانوا يعني في غيبوبه، في كوما. للاسف احنا ما يعني ما نملكش الا الدعاء في الحالات اللي زي دي، اذا فعلا نفذوا هذا التهديد وخرجوا الجرحى من المستشفيات هيبقى فعلا عندنا مشكله كبيره، مضطرين فعلا ان احنا نتدخل فيها
وان احنا نوفر اماكن بديله ليهم، نبعت انابيب اكسجين، نبعت محاليل بقدر الكافي، نبعت جلوكوز بقدر كافي. كل ده لابد، واعتقد ان الحمد لله عندنا في مصر بتروح مساعدات من خلال التحالف الوطني وحياه كريمه اللي هي للاحمر، غير دول اخرى. الاردن ارسلت، مطار العريش بيستقبل دلوقتي المساعدات اللي رايحه، فيتمنى ان كل الحاجات دي تقدر تغطي الاحتياجات الكبيره بتاعتهم. طيب، نقص المياه النظيفه للشرب ونقص المياه الخاصه بالنظافه، ده ممكن يكون تاثيره ايه على الوضع الصحي هناك؟ انا بشكل عام انا عايز اودي ميه، يعني انا عايز اوفر مصدر امن للميه بالنسبه له. بس طبعا زي ما تفضلت انت وقلت، طبعا المفروض المصدر يبقى نظيف، علشان استخدام المياه للشرب بتختلف عن الاستخدام لاغراض اخرى. وانت لفتت نظري كمان لحاجه مهمه جدا، وهي الصرف الصحي نفسه. لابد من توفير اماكن للصرف، لانه ده برضو مصدر كبير جدا للاوبئه، على راسها مرض شلل الاطفال من الحاجات اللي بتنتشر عن طريق الصرف الصحي والكلام ده. فلابد من التركيز على توفير اقرب اماكن يكون فيها حمامات بتتعمل في الشارع، اي حاجه يكون ليها برضو دور في التخلص من هذا الموضوع. يعني مره تانية قلوبنا طبعا مع اخواتنا في فلسطين بشكل عام، مش بس قطاع غزه، وضع مأساوي، وضع صعب جدا بيعاني منه اهالينا في فلسطين. اتمنى يا رب يعني الوضع ده ينتهي في اقرب وقت ممكن، نتمنى انه على الاقل بس نشهد في الساعات القليله القادمه وقف لاطلاق النار ودخول المساعدات لاهالينا في قطاع غزه، لانه الوضع فعلا بقى اصعب من ما اي حد ممكن كان حتى يتوقعه في أسوأ أحلامه. على أي حال طبعا نشكر حضرتك دكتور شريف، حتى استشاري الطب الوقائي والصحة، لما نورتنا في صباح الخير. أنا يعني اللي بشكركم وبضم صوتي لصوتكم، ربنا يزيح الغم إن شاء الله. يا رب. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. مصر شاركت دول العالم في فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة، واللي بيقام هذا العام تحت شعار الماء استدامة حياة الطيور. اليوم ده بيرتبط بموعد هجرة الطيور واللي بتنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف. خلينا نتعرف أكتر على اليوم العالمي للطيور المهاجرة والدور اللي بتلعبه مصر لحمايتها من دكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. يعني خلينا في البداية نعرف من حضرتك أكتر عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة، الفكرة ابتدت إمتى؟ بدأ تثبيت اليوم ده الاحتفال بالطيور المهاجرة أو الطيور بشكل عام إمتى؟ طيب، العالم بيحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة مرتين في السنة، في السبت الثاني من شهر مايو والسبت الثاني من شهر أكتوبر، اللي هما خلال الهجرة الخريف والربيع تقريبا. احنا في موسم هجرة الخريف حاليا، بيبدأ من شهر 8 لشهر 11، من نصف الكره الشمالي لنصف الكره الجنوبي. والعوده، يمكن احنا لو اتكلمنا على منطقتنا، منطقه مصر مثلا، وتربط افريقيا واوروبا باوروبا واسيا، العوده بتكون من افريقيا لاوروبا واسيا في الربيع من شهر 2 لشهر 5. الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجره ده حمله توعويه قامت بها الامم المتحده من الثلاثينات، والهدف منها كان نشر الوعي وتعميم الثقافه العامه بضرورة حماية الطيور في مسارات هجرتها، لأنها تنتقل من بيئات لبيئات أخرى، بتواجه صعوبات ومشاكل طبيعية ومشاكل من صنع الإنسان في مسار رحلة طويلة جدا تمتد لآلاف الكيلومترات. فكان من الأهمية بمكان رفع الوعي بأهمية التنسيق بين مختلف دول العالم تحت مظلة مثلا الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها معظم دول العالم، زي اتفاقية الأنواع البرية المهاجرة مثلا اللي بتخضع للطيور المهاجرة، لحماية هذه الأنواع في مسارات هجرتها أثناء رحلة الذهاب والعودة. طيب، إيه اللي قدمته مصر لحماية هذه الطيور في رحلتها في الذهاب والعودة؟ طب ده سؤال طبعا محوري في النهاردة وإحنا بنحتفل. مصر موقعها الجغرافي فريد جدا، بتربط قارات العالم القديم اللي هي أوروبا وآسيا مع أفريقيا، هي جسر بري بيربط القارتين أوروبا وآسيا مع أفريقيا، عشان كده ليها موقع استراتيجي فريد في رحلة الذهاب والعودة للطيور. بيمر عبر مصر كل سنة حوالي 500 مليون طائر في عدة مسارات، في منها بيقطع البحر المتوسط مباشرة اللي هو أكتر من 1000 كيلو في رحلة مباشرة ما بتوقفش، وفي مسار هجرة البحر الأحمر والحدود الإفريقي العظيم
اللي هي فيه اللي هو فصيل الطيور الحوامه اللي بيهاجر فيه اللي مش بيقدر يعدي الموانع المائيه الكبيره. فمصر فيها بيئات كتيره جدا، فيها البحيرات الشماليه على ساحل البحر المتوسط، فيها نهر النيل، فيها الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه، فيها جبال البحر الاحمر، فيها تنوع كبير جدا من البيئات اللي هي بتخدم الطيور. طب مصر عشان موقعها الفريد بقت منطقه استراحه ومنطقه عبور. يمكن 500 نوع من الطيور مرصود في مصر، حوالي 350 مهاجر و150 نوع مقيم في مصر بصفه مستديمه. مصر طبعا يعني موقعه على اتفاقيات دوليه، اتفاقيه الانواع البريه المهاجره واتفاقيه التنوع البيولوجي، وعندنا القوانين المحليه الوطنيه اللي هي قانون البيئه وقانون المحميات الطبيعيه. كل الاطار التشريعي والتنظيمي ده طبعا وضع مصر في مكانه ان هي لازم تحمي الطيور بصفه خاصه والتنوع البيولوجي بصفه عامه. عندنا في مصر 30 محميه طبيعيه منتشره في كل انحاء مصر، بتمثل 15% من مساحه مصر، اكثر من 150 الف كيلومتر مربع. تمام، فدي مساحه ضخمه جدا فيها بيئات كتيره بتوفر بموجب القانون الحمايه الطبيعيه للطيور. انما في اراضي ثانيه بره المحميات الطبيعيه مهمه جدا للطيور، مناطق عبور حرجه ومناطق استراحه كمان، زي منطقه مثلا جبل الزيت في منطقه ساحل خليج السويس، دي منطقه اقامه مشروع طاقه رياح، فدي منطقه عنق زجاج او منطقه مهمه جدا وفي نفس الوقت منطقه خطر على الطيور ولازم نعمل فيها مشروعات. فدي منطقه خارج المحميات ولازم مصر تقوم باجراءات معينه لحمايه الطيور. لو اتكلمت على الاجراءات اللي عملتها مصر لحمايه الطيور هتكلم في حاجات كتير جدا. هتكلم مثلا على مشروعات الطاقه، زي ما بدانا كده مشروعات الطاقه في ساحل خليج السويس، ده اهم مصدر متجدد لطاقه الرياح على مستوى العالم سرعه واستدامه. فكان الاستثمار في هذه المنطقه مهم جدا للبلد. صحيح. ان احنا نعمل مشروعات وطنيه واستثمارات اجنبيه بدات تدخل مصر بمليارات الدولارات للاستثمار في قطاع الطاقه المتجدده. الطاقه المتجدده يعني مرتبط بتغيرات المناخيه. تمام، مرتبط في نفس الوقت كده بحمايه الطيور، ان احنا بننشئ محطات طاقه رياح في مسار تجاره الطيور. محطات طاقه الرياح كمان مرتبط بيها خطوط نقل الكهرباء عشان تنقل الكهرباء. صحيح. فبقى في عائقين دلوقتي، محطات طاقه الرياح اللي ليها تربينات بتلف في مسار هجره، ثاني اهم مسار على مستوى العالم. مسار هجره الطيور الحوامه ده ثاني اهم مسار ليها على مستوى العالم. وفي كمان خطوط نقل الكهرباء. مصر عملت نموذج ريادي على مستوى العالم اشادت به كل البنوك الدوليه وكل المؤسسات الدوليه التمويل الدوليه، ان احنا قدرنا نوقف التربينات اثناء هجره الطيور في الربيع وفي الخريف باستخدام رادارات وفرق بحث متخصصه بتقف في داخل محطات طاقه الرياح. لما بيحصل خطر معين على الطيور ارتفاع وانواع بنقدر نوقف بعض التربينات بعض الوقت. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا ما اثرش برضه على الانتاج. بالظبط، عملنا حاجتين. وفرنا الفقد في الكهرباء، بقى انتاج الكهرباء معظم لاقصى درجه، وقللنا الفقد بدرجه كبيره جدا في فقد الطيور، وبنعمل برنامج لرصد الطيور النافقه كمان. فالعالم اللي هو اللي بيمول مشروعات القطاع الخاص والقطاع الحكومي كمان زي البنك الدولي وبنك الاعمار الاوروبي وبنك التعمير الالماني وخلافه اشاد بالتجربه المصريه وقال ان هي احسن تجربه على مستوى العالم في حمايه الطيور في مسار هجره الطيور الحوامه. ده نموذج. وبرده خطوط نقل الكهرباء في تعاون كبير جدا بين جهاز شؤون البيئه وهيئه الطاقه المتجدده وشركه نقل الكهرباء في حمايه الطيور في محطات طاقه الرياح وخطوط نقل الكهرباء. بنعلم خطوط نقل الكهرباء بعلامات، وفي مخاطبات كثيفه بين شركه نقل الكهرباء وجهاز شؤون البيئه عشان نبعد عن مسارات هجره الطيور، ننشئ سلوك الكهرباء وخطوط الكهرباء بعيدا عن مسارات هجره الطيور. تمام، ده نموذج في مثلا مصر اللي عملته. نموذج ريادي تاني جدا مرتبط بالشعار السنه دي اللي هو الميه استدامه حمايه الطيور، اللي هي بحيرات الاكسده، بحيرات الصرف الصحي المنتشره في كل المحافظات في مصر واللي بتقع في مسارات هجره الطيور. عندنا في شرم الشيخ نموذج اللي هو بحيرات الصرف، دي بحيرات ميه بتجمع الصرف من فنادق والقرى السياحيه وحتى السكن الموجود، وتعالج معالجه اوليه. تمام، باستخدام الهواء والاكسجين ودرجات الحراره. ده طبعا ده في مسار هجره الطيور الحوامه، فبالطبع بقى منطقه استراحه رئيسيه للطيور. الميه يعني استراحه وغذاء وشرب. وده اهميه الميه على في يعني شعار السنه دي الميه، ان احنا يعني ما نقدرش نعيش من غير ميه. فبطبيعه الحال الطيور اللي بتهاجر الاف الكيلومترات عايزه تستريح وعايزه غذاء وعايزه ميه في نفس الوقت. ففي شرم الشيخ كان نموذج اللي هو البحيرات الصرف دي بتتجمع حواليها عشرات الالاف من الطيور في موسم الهجره وبتشرب من الميه دي، ميه ملوثه بطريقه ما بدات تنفق اعداد كبيره من الطيور. المشروع يعني مشروع الطيور الحوامه كان بيستهدف قطاع الطاقه والسياحه. انما انا اشتغلت في شرم الشيخ فتره كبيره، كنت مدير محميه راس محمد، فعارف ان في مشكله كبيره هناك، فاشرت للموضوع ده في المشروع عندنا، وده نهتم باعاده تاهيل المنطقه لجعلها صديقه للطيور
ونسوق لسياحه مشاهده الطيور. طبعا شرم الشيخ مدينه خضراء، مدينه مستدامه، يعني عندنا مشروعات وبرامج ضخمه لجذب السياحه البيئيه لشرم الشيخ والبحر الاحمر. فكامل الاهميه بمكان احنا نهتم بمكان زي كده، موقع ونعظم سياحه مشاهده الطيور. مش عايز اقول لك المكان ده يعني اختتم اخيرا بزياره دوله رئيس الوزراء في قبل مؤتمر مناخ السنه اللي فاتت، ووزيره البيئه ومحافظ جنوب سيناء ووزير السياحه ووزير الاسكان زاروا الموقع ده، وهو مكان ملوث، يعني مكان المفروض مكان صرف صحي، بقى مكان دلوقتي بيسوق ليه ان هو سياحه مشاهده الطيور، بتباع فيه رحلات مشاهده الطيور. بدانا يعني كان فيه امبارح اتصال من وزاره التخطيط عشان نقدم النموذج ده في الامارات في مؤتمر مناخ كوب 28 اللي هو مشروع حمايه الطيور في محطات الصرف في شرم الشيخ. فدول نموذجين بس مصر قدمتهم في حمايه الطيور في مسارات الهجره. طيب يعني انطلاقا من نفس النقطه يا دكتور، برضو في جزء كبير الحقيقه وقطاع كبير مهتم جدا بسياحه عامه، السياحه الطبيعيه، واللي بيبقى جزء منها متعلق بفكره مشاهده الطيور او هجره الطيور. احنا بالنسبه لنا هنا في مصر ازاي نقدر ان احنا نعظم الاستفاده من هذا النوع تحديدا من السياحه، ونقدر ان احنا نجذب سائحين مهتمين بهذا النوع من السياحة تحديدا؟ طبعا ده سؤال اقتصادي عظيم جدا، اقتصادي وبيئي في نفس الوقت. من زمان من اكتر من 20 سنة كانت السياحة قائمة على السياحة التقليدية اللي هي المعابد والاهرامات واللي هي السياحة الشاطئية، السياحة المعابد والاثار، يعني سياحة الاثار. انما لما كان عندنا البحر الاحمر بالشواطئ والشمس والطبيعة، بدأنا نهتم بسياحة البحر الاحمر، ودي سياحة معتمدة على البيئة. هي مش شرط تكون سياحة بيئية، بس هي سياحة معتمدة على البيئة. عشان نعمل سياحة بيئية لازم السياحة دي توفر عدة أهداف وتحقق اشتراطات معينة، منها حماية البيئة. يعني السائح جاي يعمل سياحة بيئية في مصادر طبيعية وثروات طبيعية لازم يحمي البيئة، سواء بيئة بحرية أو بيئة برية. مصر عندها يعني تنوع كبير جدا في البيئات، وعامل جذب للسياحة البيئية كبير جدا. عندنا مشروع في وزارة البيئة متخصص في السياحة البيئية، مشروع السياحة البيئية عشان نعظم مختلف السياحة البيئية. السياحة البيئية ليها أنماط كتير جدا، في مثلا سياحة الغوص، سياحة الشعاب المرجانية، في سياحة تسلق الجبال، سياحة المشي، سياحة المهمات الطبيعية، سياحة الطيور، مشاهدة الطيور. فاحنا عندنا في مسار هجرة الطيور يعني في البحر الأحمر مثلا اللي هو بأكثر من نص السياحة اللي جاية مصر جاية شرم الشيخ والغردقة، فاحنا عندنا يعني اسباب عظيمه جدا ان احنا نسوق لسياحه مشاهده الطيور. في الحقيقه مصر بدات تهتم بهذا النوع من السياحه بالتعاون مع وزاره السياحه، وزاره السياحه هي اللي بتسوق من خلال هيئه تنشيط السياحه لسياحه مشاهده الطيور، وبالفعل في مؤتمرات دوليه بتقام بدانا نسوق لهذا المنتج، بدانا ندرب المرشدين السياحيين على سياحه مشاهده الطيور، دربنا اكثر من 100 مرشد سياحي في جنوب سيناء على ازاي يعرف ويصنف الطيور. يعني انا سايح جاي، يعني خلينا نقول ان السائح اللي جاي ده لو هو سايح بيه بيبقى قاري كويس جدا، هو رايح فين وفاهم وجايب معاه الكتاب والنضاره بتاعته. لو ما لقاش يعني اللي هيرشده، هو جايب برنامج سياحي معين، صحيح، لو فيه تسويق وفي حد فاهم في المنظومه السياحيه اللي جاي فيها وعارف ان هو في موسم الهجره هيقول له ان في عندنا مكان فيه عشرات الالاف من الطيور واقف، بالفعل هنسوق ويدفع سياح الطيور ده او سياح البيه بيقدر يدفع اكتر بكتير جدا من السياحه العاديه. يعني هو سائح متخصص شغوف بيهتم ان هو يطلع رحلات متخصصه عشان يشوف نوع او انواع معينه من الطيور. فبالفعل بدانا نسوق للموضوع سياحه مشاهده الطيور، ومصر فعلا بدات تهتم بهذا الموضوع، وبدا فيه مهرجانات كبيره جدا تتعمل في مصر في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. طيب ايه ابرز الانواع اللي بتيجي مصر في موسم الهجره؟ طيب انا قلت في 500 نوع تقريبا من الطيور. في الطيور المائيه اللي بتعدي البحر المتوسط زي مثلا السمان وانواع من البط، ويعني الوز برضو انواع البلاشونات، انما في انواع الصقور والنسور دي طيور الحوامه واللقالق، دي انواع مهمه جدا لان هي عددهم قليل وفي منهم مهدد بخطر الانقراض. فكمان الفلامينجو يعني من الطيور اللي شكلها جميل جدا وتحت جناحها الوان بتمثل عالم مصر، في الوردي والاحمر والابيض، موجود في البحيرات الشماليه وموجود في الفيوم وموجود في ملاحه بورفؤاد. ففي انواع كتيره جدا وتنوع كبير من الطيور موجود في مصر في مختلف البيئات. طيب دكتور، بقينا بنشوف الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي كتير جدا ناس بتلاقي حالات بتسمى بحالات الانقاذ للطيور، حتى بيبقى في طيور مش معروفه اصلا، الناس ما بتبقاش قادره ان هي تتعرف عليها. التصرف السليم مع الطيور دي ايه؟ طيب ده بالفعل بيحصل بصفه مستديمه، وفيه منصات التواصل الاجتماعي بتقدم النموذج ده، وده بيعكس الوعي اللي بقى عند الناس ان هو لما يلاقي طائر مصاب ولا طائر يعني مجهد
بيبلغ المحميات الطبيعيه، ممكن جهاز شؤون البيئه الخط الساخن. احنا كمان يعني المشروع عندنا ليه موقع على الويب سايت، يعني ممكن يكون مثلا طائر فقد السرب بتاعه مثلا، طبعا ممكن يعني يتكسر رجل طائر مثلا او جناح طائر نتيجه اصطدام او نتيجه اجهاد فبالفعل، او سقط في الميه مثلا نتيجه تعب. في بعض الطيور الحوامه زي ما قلت لحضرتك بتبقى الناس بتبقى موجوده عند ناس بتعملها معامله صعبه شويه، فبرضه بتبقى في وضع يعني صعب. ده حقيقي يعني، خاصه موضوع الصقور يعني. صحيح. الثقافه ان الصقور لها ثمن وبتتباع، فبعض الناس ممكن تستغل الفرصه دي اثناء الصيد، او طيور متعبه ومجهده بتحتفظ بها في البيوت. طبعا ده ضد القانون، واحنا بنحاول نوعي الناس ونزود ثقافه الناس ان دي طيور ليها اهميه كبيره في البيئه، وبنحاول نخفف الضغوطات على صيد الطيور في مسارات هجره الطيور. طيب ما احنا بنعمل برنامج للسياحه، وبنقدم هذا الموضوع عن مصر للخارج، بنقول لهم ان مصر مهتمه بالطيور الحوامه وبتحافظ على مسار هجرتها، ده ممكن يكون انعكاساته ايه غير في قطاع السياحه؟ طبعا المجتمع الدولي بيهتم بالطيور لان هي ليها اهميه كبيره جدا، ومصر موقعها اتفاقيات دوليه. غير السياحه طبعا مصر يعني التزامها الدولي ناحيه حمايه الطيور بيعكس يعني اهتمام الدوله بتطبيق الاتفاقيات الدوليه وتطبيق القانون على حمايه الطيور. فالعالم بيهتم بحمايه الطيور في مسارات الهجره، انها مش طيور يعني بتخص دوله معينه، انما بتعكس اهميتها على مستوى العالم كله، الناحيه البيئيه والاقتصاديه والثقافيه والتعليميه. فاحنا مش سياحه بس، انما اقتصاد، انما كمان الاتفاقيات الدوليه يعني بتشجع الاستثمارات في مصر. يعني مثلا محطات طاقه الرياح، تخيل لو مصر مثلا ما كانتش حطت في اعتباراتها حمايه الطيور في محطات طاقه الرياح، البنوك الدوليه كانت هتقول مش هنستثمر في مصر في القطاع هذا القطاع، لان الطيور بتموت في هذا القطاع. وده بالفعل ده اللي حصل على ارض الواقع. كل البنوك الدوليه كانت بتكلمنا في جهاز شؤون البيئه وتقول انتوا عملتوا ايه عشان تحموا الطيور، وقولوا لنا الاعداد اللي ماتت في محطات طاقه الرياح في جبل الزيت. عندنا تقارير وبنقول لهم الطيور اللي ماتت قليله جدا، فبداوا يشجعوا القطاع الخاص انه يستثمر. فبدا ده نوع من الاهميه المباشره اقتصاديا يعني. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور اسامه الجبالي مدير مشروع طيور الحوامه، نورتنا يا فندم في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا يا فندم. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، وبكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.